بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم جميعاً من مملكة البحرين الحبيبة، ونحييكم بتحية مباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بكم اليوم في افتتاح ملتقى جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية لإبراز البحوث الفائزة بجائزة أفضل الدراسات والبحوث الزراعية المشاركة في المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. وإن خير ما نستهل به افتتاح هذا الملتقى هو آيات عطرة من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الحضور الكرام، إن تنظيم ملتقى جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية هو ثمرة تعاون بين المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وجامعة البحرين، وبرعاية كريمة من سعادة الأمين العام للمبادرة الشيخ مرام بنت عيسى بن أحمد آل خليفة. وقد أطلقت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بتوجيهات كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين حفظها الله ورعاها، بهدف السعي لتحقيق نهضة مستمرة في القطاع الزراعي. وقد تضافرت كل الجهود لتطوير الزراعة في مملكة البحرين لتصبح قطاعاً منتجاً ومساهماً في اقتصاد المملكة وتحقيق الأمن الغذائي المستقبلي. أما الآن فمع الكلمة الافتتاحية للملتقى مع سعادة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة، الحضور الأفاضل، الباحثون والمكرمون الفائزون بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية لأفضل الدراسات والبحوث الزراعية،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي الترحيب بحضراتكم في هذا اليوم للاحتفاء بتكريم الفائزين بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية في دورتها الثالثة. هذه الجائزة العالمية التي أبصرت النور بتوجيه سام من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين، رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي انطلاقا من رؤية البحرين الاقتصادية 2030. كما أتوجه ببالغ الشكر والتقدير إلى سعادة الشيخة مرام بنت عيسى بن أحمد آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي على رعايتها الكريمة لحفلنا هذا الذي تتشرف جامعة البحرين بتنظيمه. أيها الحفل الكريم، نلتقي بحضراتكم اليوم عن بعد في ظرف استثنائي اقتضته جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم بأسره مطلع العام 2020. لقد كنا نزمع عقد هذا الملتقى في شهر مارس من العام الماضي، إلا لأننا اضطررنا لإرجائه إلى الوقت الراهن امتثالاً والتزاماً بالإجراءات الاحترازية الرسمية الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس على الصعيد المحلي والمساهمة في مكافحة الجائحة. وبالرغم من الظرف الاستثنائي، إلا أننا في جامعة البحرين حرصنا على أهمية احتضان احتفالية الملتقى، وذلك للتعاون البناء المستمر بين الجامعة والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي القائم على أساس اهتمام الجامعة وإيمانها الراسخ بالرؤية والرسالة التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها من أجل الارتقاء بوعي المواطنين في المجال الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية في ربوع مملكة البحرين، توظيفاً للإمكانات الأكاديمية والبحثية المتاحة في كليات الجامعة ذات الصلة بالقطاع الزراعي. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، في هذه المناسبة أجد أنه من الأهمية بمكان القول أن جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية تهدف إلى خلق بيئة تنافسية بين أصحاب المشاريع الزراعية والمزارعين وكذلك الباحثين في المجال الزراعي. وقد تقدم إلى محور أفضل الدراسات والبحوث الزراعية الذي نحن بصدده اليوم 19 مشاركة من 9 دول إقليمية وعربية وعالمية، وقد خضعت المشاركات إلى تدقيق وتمحيص أكاديميين من قبل لجنة تحكيم تشكلت من ذوي الكفاءة والاختصاص، ما أسفر عن اختيار أفضل دراستين وفق ما نصت عليه لوائح الجائزة ومعاييرها. ويطيب لي في هذا المقام أن أتقدم إلى الفائزين بالمباركة لفوزهم بالجائزة، آملين لمن لم يحالفهم النجاح من المشاركين في هذه الدورة التوفيق والسداد في الدورات القادمة بإذن الله. السيدات والسادة، أود في ختام كلمتي أن أتوجه بوافر التقدير والعرفان إلى المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي نظير جهودها المباركة في تنظيم جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية وما حققته مخرجاتها من مستوى رفيع منذ الدورة الأولى للجائزة. كما أتقدم بالتقدير والثناء إلى أعضاء لجنة تحكيم أفضل الدراسات والبحوث الزراعية لقاء ما بذلوه من وقت وجهد مضن في سبيل أداء الأمانة بأفضل وجه. والشكر موصول إلى جميع من كان لهم دور وإسهام في الأعمال التقنية والإدارية للجائزة، متطلعاً إلى أن يتجدد ملتقانا في الدورة القادمة
وقد عادت الأوضاع إلى نصابها بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة رئيس الجامعة على كلمته الترحيبية، ويشرفنا الآن دعوة الأستاذ الدكتور وهيب الناصر رئيس لجنة التحكيم لأفضل الدراسات والبحوث الزراعية من مملكة البحرين لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين، سعادة الشيخة الفاضلة مريم بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، أصحاب السعادة والأخوة المحاضرين والفائزين بالجائزة والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. يسعدني أن أشارك معكم هذا اليوم في أول ملتقى لجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية، والذي يهدف لغرض لعرض وإبراز البحوث الفائزة. فقد سعت لجنة جائزة الملك حمد في مجال الدراسات والبحوث الزراعية، والتي أتشرف برئاستها منذ إطلاق هذه الجائزة السخية في عام 2015، إلى تطويرها وتحديث شروط التقدم فيها وتحديث معايير التحكيم في كل دورة. ومن أبرز التغييرات التي طرأت على الجائزة هو فتح المجال لجميع البحوث من مختلف دول العالم للتنافس، العالم العربي للتنافس على الجائزة، بعد أن كانت مقتصرة على الباحثين البحرينيين والمقيمين في مملكة البحرين في دورتها الأولى، وثم تطورت في دورتها الثانية لتشمل باحثين من الدول العربية. لقد كانت نتيجة التغييرات في معايير المشاركة في هذه الجائزة إيجابية جدا، واستقطبت أبحاثا كثيرة جادة. فقد لمست اللجنة قوة في المنافسة بين البحوث المتقدمة، والتي بلغ عددها حوالي 20 بحثاً محكماً، وكانت عملية التحكيم والمفاضلة مبنية على أهمية الموضوع وقابليته للتطبيق ونزاهته وتوفر معايير البحث العلمي وأركانه، بالإضافة إلى نشره في مجلات عالمية محكمة، وذلك بعد تشاور ونقاش وتداول مع زملاء الكرام أعضاء اللجنة. وبهذه المناسبة فإنني أنتهز هذه الفرصة لأبارك للفائزين، وهما الأخ الأستاذ دكتور عبد الهادي عبد الوهاب من جامعة خليج عربي مملكة البحرين عن بحثه بعنوان تأثير الحمض الأميني ليونيك على استخدام أشجار نخيل يافعة لمياه ري مختلفة الملوحة، لما به من تطبيقات مفيدة في تطوير العمليات الزراعية الخاصة بالنخيل. وكذلك التهنئة للأخ الأستاذ الدكتور عبد الرحيم بن محمد الإسماعيلي جامعة السلطان قابوس سلطنة عمان عن بحثه القيم بعنوان الاستخدام المطول للمياه الرمادية لري الحدائق المنزلية في البيئات القاحلة، لما له من تطبيقات مفيدة في حسن استغلال الموارد المائية واستدامة الزراعة. وختاما أكرر تهنئتي للفائزين للجائزة السخية، وأتمنى التوفيق والنجاح للباحثين الذين تقدموا لنيل الجائزة، والتنافس فيما بينهم لحصد الجائزة السخية والمساهمة في مسيرة التنمية الزراعية في المنطقة العربية وعلى هذا الكوكب، لما للأمن الغذائي أهمية في الاستدامة والازدهار والمحافظة على البيئة عندما تكون هذه الأبحاث وفق المنهجية والبحث العلمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ الآن مع عرض لبحوث الفائزين في هذه المبادرة، وأود أن أنوه إلى أن باب الأسئلة والمناقشة سيكون مفتوحاً بعد الانتهاء من العرض الثاني للبحوث الفائزة، ويمكنكم كتابة الأسئلة في المكان المخصص لذلك، وسيتم مناقشتها بعد العرض الثاني. ومع أول البحوث الفائزة مع الدكتور عبد الهادي عبد الوهاب، أستاذ مشارك بكلية الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي، ورئيس كرسي السلطان قابوس للاستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة، ومنسق برنامجي الاستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة والتقنية الحيوية الزراعية.
حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة الزراعية من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة، وحاصل على درجة الدكتوراه في علوم التنمية العالمية عن إدارة مياه النيل الأزرق للزراعة من جامعة كوبي في اليابان. حصل الدكتور عبد الهادي على الجائزة التقديرية الأولى لتصميم زراعة تناسب حصاد المياه للاستخدام في المناطق شحيحة الأمطار من الأردن، وحصل أيضاً على براءة اختراع بذارة للذرة الرفيعة واهب تحقق حصاد المياه في المناطق شحيحة الأمطار. شارك في كتابة وإدارة العديد من المشاريع البحثية بتمويل من مراكز دعم البحوث العالمية والإقليمية. فليتفضل الآن الدكتور عبد الهادي مع عرض لبحثه الفائز عن أفضل الدراسات والبحوث الزراعية في هذه المبادرة. شكرا جزيلا، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ البحث طبعا بعنوان المكتوب باللغة الإنجليزية، أنا هتكلم باللغة العربية لتعميم الفائدة، يعني إذا كان يتابعون المزارعين وخلاف. البحث بعنوان استخدام المياه بواسطة أشجار نخيل يافعة لمياه ري مختلفة الملوحة مع تأثير الحمض الأميني ليفولينيك. كمقدمة ممكن نقول إن النخيل وهي معروفة بالاسم العلمي فينيكس داكتيليفرا، في حوالي 1500 نوع من النخيل بالعالم، وهذا النخيل يمكن يكون موجود في سلطنة عمان، في يحتل حوالي 50% من المساحة الزراعية في سلطنة عمان، وفي الكويت يعرف عن أن بها حوالي 2 مليون نخلة، والمملكة العربية السعودية يمكن بها أكثر من 25 مليون نخلة، وتنتج حوالي 1.1 مليون طن سنويا. دولة الإمارات العربية المتحدة فيها أكثر من 40 مليون نخلة، ومملكة البحرين مع صغر مساحتها كانت تسمى بأرض المليون نخلة. وهذا يعطينا فكرة عن أهمية النخيل في المنطقة العربية عموما، وكذلك يوجد النخيل في شمال أفريقيا وفي منطقة العراق ومنطقة الهلال الخصيب، فهو من الأشجار الداعمة للأمن الغذائي، ولها يعني مكانة عميقة في قلوب المسلمين خصوصا في شهر رمضان، وتعتبر التغذية بالتمر من أساسيات التغذية في هذه المناطق. الصورة توضح في الأعلى توضح النخيل متأثر بالملوحة، وهذا في منطقة الجسرة، وكانت سوينا عليه دراسة، وأفتكر الحين تم معالجة الوضع وصار النخيل في وضع أفضل، بس عشان نعكس موضوع الملوحة وتأثيرها على النخيل. الملوحة أيضا تؤثر على حوالي 32 مليون هكتار في المناطق الجافة، واللي هي تقدر بحوالي 1500 مليون هكتار في العالم، فلذلك هي تعتبر من التحديات الكبرى التي تواجه الزراعة عموما وتواجه أشجار النخيل بصفة خاصة بسبب بداية أو ظهور تملح للأراضي وتملح المياه الجوفية بسبب زيادة الاستخدام. بالنسبة لدراسات احتياجات المائية وحسابها بالنسبة لأي محصول، هي تواجه العديد من المعوقات، وهذه المعوقات أيضا تتداخل مع التكنولوجيا المستخدمة لقياس هذا المفرد الأساسي واللي هو احتياج النبات للماء، وتحتاج إلى نوع من المهارات لا تتم إلا بالتدريب، يعني على هذا الموضوع الحيوي والهام، وهذا يعتمد أيضا على نوع المحصول الذي نريد أن ندرس الاحتياجات المائية تبعه أو استهلاكه للماء، وكذلك التعقيدات أيضا تأتي من مشكلة دراسة الاستهلاك المائي بالنسبة للأشجار، لأن الأشجار معروفة إنه الجذور تبعها تكون منتشرة في مناطق كبيرة من التربة وأعماق مختلفة، المحاصيل الحولية يسهل دراستها لأنه ممكن نستخدم معادلة التربة اللي هي معادلة جرد الحساب لرطوبة التربة، كمية الماء نضيفها وكمية الماء اللي تطلع في الصرف، وبعد كده الفرق بينهم يكون هو عبارة عن استخدام النبات للماء في عملية البخر والنتح، اللي هي عملية واحدة ممكن نسميها البخر نتح.
بالنسبة لقياس هذه الخاصية المهمة، لا يمكن قياسها بدقة ما لم تستخدم تكنولوجيا حديثة أو يستخدم ما يعرف باللايسيمترات اللي هي أوعية مقفولة ويتم فيها السيطرة على كمية الماء الداخل والماء الخارج، وأحيانا تكون توزن بصفة مستمرة وبصفة أوتوماتيكية وتسجل على أجهزة الحاسوب مع تقدم العلم والتكنولوجيا، ولذلك يصير القياس دقيق جدا. هنا ممكن نشوف يعني جزء من اللايسيمترات اللي موجودة بجامعة الخليج العربي اللي أنا عملت عليهم دراسة النخيل، وكما تشاهدون النخيل في الأعلى بعد ما صار عمره 4 سنوات تقريبا في قرابة نهاية التجربة، ويمكن من السنة الثالثة هذا النخيل بدأ في بعض الأشجار بدأت في الإنتاج. تعريف الاستخدام المائي للنخيل أو لأي شجرة أو لأي نبات هو عبارة عن استهلاك الماء لفترة زمنية محددة. في ظروف المثلى استهلاك الماء في هذه الفترة الزمنية المحددة، إذا كانت الظروف مثلى بالنسبة للنبات، يعني النبات لا يعاني من الأمراض، لا يعاني من نقص التغذية، ولا يعاني من نقص في رطوبة التربة، هذا الاستخدام يعرف بالاحتياجات المائية لهذا النبات. إذا اختلفت هذه الظروف فإنما الاستخدام يكون هو الاستخدام الفعلي لمياه الري، ولن يكون يساوي حساب الاحتياج المائي لهذا النبات. هذا شرح عام لاستخدام وكيف نقيس استخدام المياه بواسطة النبات. وهنا يمكن بحاول أبسط الموضوع. إذا كان عندي في هذا المنحنى في الواي أكسس أو المحور الرأسي رطوبة التربة في كامل قطاع التربة اللي فيه النبات، وفي المحور الأفقي عندي الأيام، عدد الأيام، فبعد الري يرتفع رطوبة التربة، وبعدين كل يوم يبدأ ينقص الرطوبة في التربة، تبدأ تنقص بسبب استخدام النبات للماء في عملية النتح، وأيضا يتبخر جزء من الماء عن طريق التبخر العادي من سطح التربة، فيصير هذا الشكل بتاع ما يعرف بالمنحنى الرطوبي اللي هو يبين استهلاك النبات للماء. ممكن بعمل معادلة بسيطة خطية نجد علاقة بين استهلاك الماء من التربة مع عدد الأيام، وهذه المعادلة كما واضح إنه معامل الارتباط فيها عالي اللي هو 0.9، وهذا إذا صار واحد طبعا تكون منطبق على النقاط تماما. الميل تبع هذا الخط هو 2.2 اللي هو معناته هذا النبات في هذه الحالة مع هذا الخط يستهلك حوالي 2.2 ملليمتر باليوم. طيب هل هذا النبات يستهلك بهذه الطريقة؟ فأعتقد لا، لأن النقاط لا تنطبق تماما على الخط المستقيم. فإذا عملنا علاقة متعددة الحدود نجد أن العلاقة صارت العلاقة قوية جدا، والخط تقريبا يمر بجميع النقاط. ففي هذه الحالة يصير استخدام هذا هو الاستخدام الفعلي للنبات في التربة بعد الرية الأولى مثلا هذا، واليوم الثامن هنا نعطي الرية الثانية، يعني إذا بدأ النبات يتناقص في استهلاك الماء. لو شفنا هذه النقاط الزرقاء فهذا يوضح أن كأن في خط أكثر قابلية لأنه يكون خط مستقيم، وإذا عملنا عليه معادلة أيضا نجد أن معامل الارتباط عالي جدا 0.99 صار، والاستهلاك اليومي في هذه الحالة 3.7 مليمتر باليوم. هنا أتأكد أنه أنا بعد الري بثلاثة أيام تقريبا، في خلال الثلاثة أيام النبات يستهلك نفس الكمية اللي هي 3.7 مليمتر في اليوم، ومقارنة بالمعادلة الخطية التقريبية اللي هي كانت تعطيني 2.2. ولذلك نحن دائما نقول ان النبات ما نقدر نعطيه كميه الماء الكافي، لان دائما يحصل استهلاك وما نقدر نقدغ الماء في التربه، فنخلي الماء يستهلك من التربه شويه شويه بعدين نعطي الريه. فالتصميم الحقيقي للري هو يجي في انه متى نعطي النبات الماء او الريه الثانيه.
فهذا منظر عام لعملية حساب استهلاك الماء وحساب احتياجات النبات للماء. وبالنسبة للأشجار اللي حسبنا، نحن حسبنا الفرق بين النقطة اللي فوق والنقطة اللي تحت، وهذا هو الاستهلاك الفعلي لمياه الري وليس حساب الاحتياجات المائية لمياه الري بالنسبة للنخيل، وهذه حسبناها طبعا وستكون لها ورقة إن شاء الله في 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 من خلال هذا المشروع. هنا هذا جهاز تقدير الرطوبة في التربة، واللي موجود لكل شجرة ولكل لايسيميتر نسميه ديفاينر 2000، وهذه هي شاشة الجهاز كما هي، أنا وضعتها على الشاشة كما هي، تعطيني النقاط والاستهلاك واضح، يعني نفس اللي أنا شرحته الحين موجود على الجهاز. فنحن من خلال الجهاز كنا نقدر متى نسقي هذه الأشجار. أول ما يبدأ الخط في أنه يقل في استهلاك الماء، معناته صار الرطوبة في التربة صارت محدودة وما تكفي النبات، والنبات يبدأ يقلل من استهلاك الماء لأن لا يوجد الماء ولا يقدر يتحصل على الماء بسهولة من التربة، فلذلك نبدأ نعطي ريه ويطلع الخط مرة أخرى، وهكذا تكون هذه هي عبارة عن دورات الري للمحصول أو للشجرة. الحمض الأميني طبعا معروف أنه هو يرفع في الدراسات اللي مرينا عليها أنه هو يزيد من كفاءة استخدام الكلوروفيل لعملية التمثيل الضوئي، يرفع الكفاءة. وعموما وجدوا أنه في معظم المحاصيل هو يرفع نوع الكلوروفيل ألف أو كلوروفيل A. فهذا هو تصميم التجربة، حبيت أوضحه بشكل عام. عندي 3 خزانات، كل خزان كلهم نفس مصدر الماء اللي هو الماء من الجامع من الـ RO وليس فيه أي ملح، المعاملة البلو هذه هي قليلة الملح. الخزانين الأخريين نحن نعطيهم الملح ونخلط الملح بحيث يعطيني النسبة المطلوبة اللي هي في المتوسطة الملوحة من 12 إلى 14 دي سي سيمنز للميتر، وفي الأصفر الفاقع هذا هو 18 إلى 20 دي سي سيمنز، وهذه ملوحة عالية بالنسبة للنخيل. كل معاملة زي ما شايفين مكررة 3 مرات، يعني المعاملة عالية الملوحة 3 مرات. الأصفر الفاتح هي 3 شجرات أخرى ولكن ما نعطيها الحمض الأميني، ونفس الشيء في اللون البني الفاتح وهو المعاملة الملح المنخفضة المتوسطة الملوحة بدون الألة زي ما مكتوب عليها زيرو ألة، والثلاثة الغامقين هم المتوسطة الملوحة مع الألة. الأزرق نفس الشيء منخفض الملوحة مع الألة وبدون الألة، والاثنين الأصفر هذول شجرتين غطينا فيهم سطح التربة عشان نحسب معدل النتح تماما بدون عملية البخر من سطح التربة، وهذه ما عرضناها نحن في المسابقة، وهذه سيكون لها إن شاء الله ورقة علمية منفصلة لأن حصلنا فيها بيانات ممتازة جدا. فهذا هو تقريبا شكل التجربة، وتصميمها هو طبعا يعتمد على القطع المنشقة بيقولوا عليه سبليت بلوت. وزرعنا الأشجار في عام 2012 وركبنا هذه السنسرات ودربنا طالبة على الماجستير من خلال هذا المشروع، وحتى استخدمنا الساب فلو عشان نقيس العصارة في ساق النخيل في الأشجار اللي غطينا منها التربة، وهذا طبعا زي ما ذكرت انه لم يدخل في عملية التجربة وانما لها ان شاء الله ورقة اخرى منفصلة. عندنا محطة ارصاد تم تركيبها من 2011 واقوم بصيانتها انا بصورة مستمرة، وهي اللي وفرت كل المعلومات الطقس اللي هي بسببها يحصل عملية البخر نتح من التربة ومن النباتات. حساب كفاءة اضافة مياه الري هي طبعا احنا حسبناها كما يحسب الكفاءة، لان في ناس تحسب الكفاءة المياه الري بالنسبة للزراعة بالمنتج، يعني تكون مثلا كم انتجت كيلوغرام للمتر المكعب، فهذا انا في رايي هذه ليست كفاءة مياه الري وانما هي هذه تعتبر انتاجية مياه الري، ولكن كفاءة مياه الري هي يونيتلس المفروض تكون نسبة مئوية فقط، فلازم البسط والمقام يكونوا من نفس الوحدة. فنحن استخدمنا هذه المعادلة في أنه نحسب كل الماء اللي استخدم في عملية البخر النتح للأشجار أو لكل شجرة على حدة، ثم نحسب
كمية الماء اللي كنا بنضيفها لكل شجرة، وهذا يتطلب مننا إنه نحن يعني يكون عندنا جهاز خاص لقياس رطوبة التربة بدقة، وهذا الجهاز تم شراؤه من خلال المشروع هذا وتم معايرته على تربة اللايسنترات زي ما أنتم شايفين، خزنة 3 حفر من في تيوب يدخل عليها السنسر ويقيس على عمق 10 سنتيمتر لين آخر عمق في التربة. وحتى كمان تدرب عليه طالب أيضا، والجهاز صار معاير على التربة زي ما شايفين، المعاير تبعه موجودة ومعامل الارتباط تبعها عالي جدا بالنسبة للأجهزة بتاعت قياس التربة. وبالنسبة لكمية الماء المضاف، واجهتنا مشكلة في أن عشان نقيس الماء اللي نضيفة لكل شجرة كانت في مشكلة في أنه عدادات المياه العادية لا تستطيع أن تعطي قراءة دقيقة إذا كانت المياه عالية الملوحة، فلذلك لجأنا إلى طريقة علمية أخرى وهي عملية الكاليبريشن، فصممنا هذا الإناء بنفس الشكل المياه الفوارة اللي نعطيه للنخيل ونفس العمق اللي كنا نضعه فيه، وكنا نشغل طلمبة الماء لزمن محدد ولكل شجرة ونحسب كمية الماء المتدفق بالحجم لكل شجرة ولكل زمن، ومن خلال العلاقة بين الزمن والكمية الماء المتدفق قدرنا نعرف من هذه العلاقة إنه بس نحسب زمن الري ونقدر بعدين نقيس أو نحسب كمية حجم الماء الري اللي يعطى لهذه الشجرة، ومع معرفة الأبعاد أو مساحة سطح اللايسيميتر ممكن تحويل هذه الكمية الحجمية إلى كمية عمق يكون بالمليمترات كما شفنا إنه بنحسبها بعدين في الري. من القياسات اللي عملناها انه كان عندي 46 رية في هذا المشروع، 46 رية لكل الاشجار هذه، واذا قلنا عندي 3 معاملات للملح وعندي معاملتين للحمض بالحمض وبدون الحمض و3 مكررات، فعملنا حوالي 828 جراف لكي نحسب فيه استهلاك الماء لكل نخلة على حدة. بالنسبة للمياه العذبة أو المياه القليلة الملوحة في عملنا 56 رية، ليه؟ لأن النخيل في الملوحة ما كان يستهلك المياه بنفس الوقت مع الأشجار قليلة الملوحة، فلذلك اضطرينا نعطيهم رية في النص، فزادت في النهاية التوتال 10 ريات عن الريات اللي أعطيناها للنخيل اللي يأخذ المياه المالحة، وهذا يوضح تأثير الملح على استهلاك الماء بالنسبة للنخيل. ولذلك عملنا حوالي 336 جراف عشان نحسب هذه كمية الماء اللي استخدمها النخيل. وهنا هذه مثال بسيط للجرافات اللي نتجت عن هذه الدراسة، ويمكن فوق تشوفوا انه اللايسيمترات الاثنين 14 و15 و22 هم من اللايسيمترات اللي عليهم الحمض، وواحد اليمين ما عليه حمض، اليسار عليه حمض، وفي نفس الوقت بالمياه العذبه، ولما تنزل تحت المياه يصير الملح العالي، وواضح ان المنحنى يصير اقل حده لان ما في استهلاك. كذلك حللنا الكلوروفيل، ويبين في صورة الطالبة كوثر سلطان اللي اشتغلت الماجستير في الموضوع، واضح انه كنا يعني نتبع كل الطرق، وجدنا انه في طرق مختلفة لاستخلاص الكلوروفيل، ومن اصعبهم استخلاص الكلوروفيل من اوراق النخيل بسبب وجود الكيوتين العالي فيها، واستخدمنا 6 طرق، ومن خلال يعني تحليل البيانات في 6 طرق لجأنا إلى أفضل طريقة وأسرعهم، لأن عندنا عينات كثيرة جدا للفحص، فلذلك هذه هي 6 طرق اللي استخدمناهم، واخترنا الطريقة المثلى اللي هي كان عبارة عن سوكينج أوفر نايت، يعني نخليها في اللاب بدون ما نحطها على الثلاجة، لأنه وجدنا أنه لما نحطها على الثلاجة يختلف الوضع شوية ويقل الدقة، وهذه هي الستاندرد ديفيشن، وقدرنا نحدد الطريقة. هذه صورة للسنسر اللي يعطينا قراءة الأملاح في قطاع التربة، واضح أن الأملاح تنبني في التربة بسبب إضافة الماء بالملوحة اللي فيه، فهذه معاملة الـ 12 دي سي سيمنز، وهذه معاملة الـ 18، واضح الأملاح تنبني في اللايسيميتر، وهذا ما يحدث دائما حتى في التربة، وهذه قليلة الملوحة زي ما تشوفوا أن الجراف ما يبين حتى لأن الملوحة قليلة جدا في المياه. هذه المقارنة الحين كنتائج
واضح ان اللون الاحمر هو استهلاك النخيل في بالنسبه لمياه الري، بالنسبه للمياه قليله الملوحه، والازرق هو نفس الاشجار قليله الملوحه نعطيها مياه قليله الملوحه، ولكن في نفس الوقت لا نعطيها الحمض الاميني. اللون الازرق هذا هو وقت اللي كنا نعطي فيه الحمض الاميني، فزي ما تشوفوا بدينا هنا وبعدين توقف هذا الاعطاء بتاع الحمض بسبب الاجازه الصيفيه، والعامل شويه ما قدر يعطي الحمض الاميني، وبعدين واصلنا في الفتره الثانيه وواضح ان الحمض الاستهلاك صار اعلى بالنسبه للاشجار اللي تاخذ الحمض الاميني، ثم انقطع مننا الحمض الاميني في هذه الفتره، وواضح ان الاستهلاك نزل مره اخرى، وبعد ما عاودنا وجدنا طلبنا كميه من الحمض الاميني مع بالاتصال مع الشركه ومن الامارات بدا يطلع مره اخرى، وهذا يوضح التاثير طبعا بتاع الحمض الاميني. هنا ممكن نعطي فكره عن استهلاك الماء بالنسبه للاشجار او استخدام الماء في عمليه البخر النطح لاشجار النخيل، واضح الفرق كبير جدا بين المعاملات، وخصوصا المعاملات فيها اللي فيها الملح قليل، وهنا الملح العالي والملح المتوسط، واضح انه الاستهلاك مختلف وكان سيجنيفيكانت، يعني كان مؤثر في هذه في المياه قليله الملوحه. هنا ما كان في تاثير يعني احصائي واضح بين المعاملتين اللي هي عاليه الملوحه ومتوسطه الملوحه، ولكن هذا كان اعلى منهم الاثنين. بس كمان نحن لازم نلاحظ شيء اخر، ان استهلاك الماء لوحده ليس كافي حتى بالنسبه للمهندسين الزراعيين وبالنسبه لمتخذين القرار. استهلاك الماء هو ممكن يكون مؤشر، لان كل ما الاشجار تستهلك ماء في البخر نتح ممكن يكون له مردود ايجابي، ولكن كم اعطيت هذه الشجره لتستهلك هذا، فهذه هي الافشنسي ونقول عليها هي الكفاءه. فهذا هنا انا اضفت عمليه الافشنسي عشان نشوف ان الافشنسي واضح ان هنا بدون الحمض على اليمين، وبعدين هنا مع الحمض الافشنسي ترتفع الى 63%، وهنا 48%، وهكذا مع الحمض وبدون الحمض. فهذا يوضح تاثير الحمض على زياده كفاءه استهلاك او استخدام مياه الري بالنسبه للاشجار. وهنا فكره عامه عن عمليه الاستهلاك في قطاع التربه بالنسبه للاملاح العاليه، واضح ان بدايه التجربه الاملاح لم تترسب في التربه بصوره كافيه، فكان الاستهلاك واضح لان الجراف ينزل ويطلع مع الري. بعدين في الفتره لما بدات الاملاح تتراكم في التربه صار الاستهلاك قليل جدا كما ترون، وهذا نفس الشيء بس هذا مع الاله وهذا بدون الاله، والتاثير شويه الفرق واضح هنا بس قليل مقارنه بال زي ما حنجي نشوف مقارنه بوجود المياه القليله الملوحه، وهذه هي شوف الفرق واضح جدا يعني في استهلاك المياه الري في هذا الوضع. هذا مقارنه بين الملوحه العاليه والملوحه المنخفضه في الاستهلاك. يمكن ان نخلص الى انه استخدام الاله زاد بصوره احصائيه محسوسه استهلاك الماء بحوالي 7% بدون مقارنه في بدون الاله، وكما انه زاد الافشنسي كما قلنا في المياه قليله الملوحه الى 63% مقارنه ب 48%، مع ان المياه قليله الملوحه ولكن الماء اللي تعطيه للنبات يستهلك منه بالكفاءه 48% مقارنه ب 63% مع وجود الاله. الامبروفمنت طلع بسبب الامبروفمنت في الفوتوسينثيسيس او الفوائد، وجدناها انها مرتبطه ب تحسين الكلوروفيل A والكاروتونيت في النخيل بعد ما فحصنا هذا من أوراق على أوراق النخيل. واضح أنه أيضا الملوحة التربة لها تأثير عنيف جدا على استهلاك النخيل للماء، والكل يعرف أن النخيل يقاوم الملوحة بصورة عالية، ولكن مع ذلك هو صح لا يموت بسهولة مع الملوحة العالية، ولكن استهلاك الماء يقل بصورة كبيرة وممكن يؤثر على الإنتاجية كما وضح في البحوث اللي أجريت في دولة الإمارات العربية المتحدة حديثا. يعني
افتكر يعني بهذا القدر اكتفي، ويمكن يعني اشكر التيم تبعنا اللي اشتغل على هذا العمل الكبير يعني، ومنهم الاستاذ المهندس الزراعي احمد الصافي، دكتور احمد علي صالح، والطلاب طالبه كوثر، والاستاذه المهندسه فاديه طشتوش في المعمل، والعامل عبد الله شيخ. وتوجد ورقة منشورة على هذا البحث في المجلة العالمية الري والصرف. وشكرا جزيلا لوقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتور عبد الهادي على العرض الشيق. أما الآن فنواصل مع العرض الثاني من البحوث الفائزة مع الدكتور عبد الرحيم الإسماعيلي. الدكتور عبد الرحيم الإسماعيلي أستاذ مشارك بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان، حاصل على درجة الماجستير في هندسة الموارد الحيوية والزراعة من جامعة السلطان قابوس، بينما حصل على درجة الدكتوراه من كلية العلوم التطبيقية بجامعة كرانفيلد بالمملكة المتحدة عن نمذجة البيوت المحمية التي تعمل بمياه البحر. ولقد تمكن الدكتور الإسماعيلي من جذب تمويل لبحوثه العلمية، واستطاع أن ينتج ما مجموعه 64 إنتاجاً علمياً. فليتفضل الآن الدكتور عبد الرحيم مع عرض لبحثه الفائز عن أفضل الدراسات والبحوث الزراعية في هذه المبادرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن يكون الصوت واضح وبإمكانكم مشاهدة العرض الذي يظهر في الشاشة عندي. سأتحدث عن بداية. أحب أن أشكر القائمين على المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وأشكرهم على اختيار الورقة العلمية التي تقدمت بها للفوز في هذه الجائزة، كما أشكر الإخوة الذين عملوا معي في هذا البحث، تظهر أسماءهم في الورقة العلمية واكتفيت بذلك عن ذكرهم هنا. عنوان الورقة التي سأتكلم عنها هو الاستخدام المطول للمياه الرمادية في ري حدائق المنزل في البيئات القاحلة أو البيئات الجافة. عندما نتكلم عن الوضع المائي في سلطنة عمان، بإمكاننا أن نقارنه بالوضع المائي في البحرين، وهو وضع مشابه. لعل الوضع في البحرين في بعض الأشياء يكون أسوأ من الوضع في سلطنة عمان، والوضع المائي في عمان في بعض الأحيان أسوأ من البحرين. مثلا مجموع المياه التي تسقط في سلطنة عمان حوالي بالمتوسط 100 مليمتر في السنة، بينما في البحرين أقل من ذلك. أما درجات الحرارة فهنالك تشابه فيما بيننا، تصل درجات الحرارة في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية. أما بالنسبة لمعدل البخر نتح أو معدل التبخر من المياه، التبخر المياه من التربة ومن المسطحات المائية والنتح من النباتات، فإن في سلطنة عمان هنالك بخر نتح أعلى من البحرين، ولعله بسبب الجفاف البيئة في سلطنة عمان أكثر من البحرين. حقيقة ما استطعت أن أعرف ما هو العجز المائي في البحرين، حاولت وبحثت جاهدا لكن لم استطع. اما العجز المائي في سلطنة عمان فهو يصل الى 315 او حوالي 316 مليون متر مكعب في السنة. سنرى لاحقا كيف يعني استطاعت السلطنة التغلب على هذا العجز المائي وتعويضه. طبعا اهم القطاعات او اكبر القطاعات المستهلكة للمياه العذبة في دول العالم هي الزراعة، قطاع الزراعة، لكن النسبة العالمية حوالي 70% من مجموع المياه العذبة. أما في دولنا في سلطنة عمان تصل إلى 93-94%، وأظن أن الوضع مشابه في البحرين وباقي دول المنطقة. القطاعات الأخرى تستهلك كمية أقل من ذلك. في سلطنة عمان طبعا المزارعين في السنوات الماضية لم يجيدوا استخدام المياه الجوفية في ري المزروعات، فكان هنالك ضخ مفرط للمياه الجوفية تسبب في تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية،
وبالتالي تملح المياه الجوفية. وعندما تم استخدام هذه المياه الجوفية في ري التربة فتسبب في تملح التربة وبالتالي تقليل الإنتاج الزراعي. وأفضل منطقة زراعية في سلطنة عمان هي سهول الباطنة التي توفر أكثر من 50% من الإنتاج الزراعي في السلطنة، ولكن بسبب الضخ المفرط الذي نتج عنه تداخل مياه البحر بالمياه الجوفية فإنه حوالي 52% من هذه المنطقة لم تعد صالحة للزراعة. وكثيرا ما نرى عندما نتجول في هذه المنطقة مناظر بهذا الشكل، هجرها المزارعون وتركوا الزراعة فيها لعدم تمكنهم من الزراعة بسبب تملح المياه الجوفية. السلطنة حاولت جاهدة في إيجاد وسائل بديلة لتوفير المياه العذبة، سواء كان الاستخدام المنزلي أو الاستخدام الصناعي، ولكن بعض هذه الوسائل لا يمكن استخدامها في الاستخدام الزراعي. أحد الوسائل التي يعني كثفت الحكومة الجهود فيها اللي هو البحث عن خزانات مياه جوفية جديدة، والحمد لله تمكنوا من إيجاد خزانات مياه جوفية ضخمة جدا، يعني تكفي لعشرات السنين للسلطنة. لكن كما نعلم أن خزانات المياه الجوفية إن لم يكن هنالك تغذية جوفية تزيد أو تساوي الضخ من هذه الخزانات الجوفية، فإنه بالتالي هذه الخزانات الجوفية يعني مصيرها أن تنضب. هنالك كذلك توجه في السدود التغذية، تحلية المياه الجوفية، تحلية المياه البحر، لكن تحلية مياه البحر كما تعلمون لا يمكن استخدامها للزراعة بسبب كلفتها العالية. حاليا هنالك جهود كبيرة لاستخدام المياه الصرف الصحي المعالجة، وهنالك تقبل يعني نوعا ما من المزارعين في استخدام هذه المياه. هنالك تحلية كذلك، بعض المزارعين أدخلوا التحلية في مزارعهم للمياه الجوفية المتملحة. وكذلك حاجة تتميز بها سلطنة عمان اللي هو تجميع الضباب. هنالك إمكانية في تجميع الضباب في منطقة صلالة، ولو أحسب أن بعضكم زار صلالة. هل توجد إشكالية في الصوت؟ أرجو من يعني يفتح المايك أن يغلقه. هنالك تجميع الضباب في منطقة صلالة، وهذا طبعا حاجة تميز سلطنة عمان في منطقة الخليج، لأننا توجد عندنا الظاهرة التي تعرف بالمونسون باللغة الإنجليزية، وإحنا نسميها محليا الخريف، حيث يكثر الضباب وتكثر الأمطار وتكثر السحب، فيكون عندنا الجو يعني شبه أوروبي يميز السلطنة. فهذه صور عندما كنت في زيارة لهذه المنطقة، وهذه أحد المشاريع التي استطاع منها أحد الشركات تجميع كميات هائلة من المياه تستخدم للري، وكذلك تجميع الضباب يفيد في تغذية خزانات المياه الجوفية. أما حديثنا اليوم عن مصدر آخر لري حدائق المنزل، وهو إعادة استخدام المياه الرمادية. والمياه الرمادية بشكل مبسط هي جميع المياه التي نستخدمها في المنزل عدا مياه المراحيض. كل الماء الذي نستخدمه في المنزل هو يعتبر ماء رمادي عدا مياه المراحيض. وهذه المياه تتميز بقلة الملوثات الموجودة فيها، عدا نفس الشيء مياه المطبخ. مياه المطبخ يوجد بها زيوت كثيرة ويوجد بها فضلات طعام، ولكنها لا تشكل نسبة كبيرة من المياه الرمادية، حوالي 5% من مجموع المياه الرمادية، وقد تصل إلى 30% على حسب بعض الدراسات. استخدامات المياه الرمادية، طبعا احنا راح نتكلم عن استخدام المياه الرمادية في ري حديقة المنزل، لكن لها استخدامات كثيرة في دول العالم. تستخدم في فلاشينج لدورات المياه الله يكرمكم، تستخدم لتغسيل السيارات، تستخدم لإطفاء الحرائق، وكذلك استخدامات كثيرة أخرى من ضمنها اللي هي تغذية خزانات المياه الجوفية. هل كمية المياه الرمادية التي تنتج في المنازل أو نستخدمها في المنازل تشكل كمية كبيرة من مجموع الاستخدام؟ في بعض الدراسات وجدوا أن المياه الرمادية تشكل حوالي 50% من مجموع الاستخدام الماء في المنزل، بعضها 67%، وفي سلطنة عمان أوصلوها إلى 80%،
يعني في بعض الدراسات وجدوا أن 80% من المياه التي نستخدمها في منازلنا هي مياه رمادية. فكملخص تتراوح معدل المياه الرمادية من 50 إلى 80% من مجموع الاستهلاك في المنزل. طبعا هذه نسبة كبيرة جدا، يعني لو أهدرناها ويعني ذهبت إلى الصرف الصحي فهذه خسارة كبيرة، حيث أن هذه المياه يعني ممكن استخدامها في ري حديقة المنزل كما ذكرنا، فإذا استخدمناها في ري حديقة المنزل فسنوفر حوالي 12 إلى 65% من استهلاك الماء في المنازل، لأن حديقة المنزل تستهلك حوالي 40% من مجموع الاستهلاك في المنازل. طبعا هذا تتفاوت من منزل إلى منزل، بعض المنازل ما فيها زراعة فمعناه حديقة المنزل لا تستهلك أي شيء، لكن كثير من الناس يحبون المسطحات الخضراء حول منازلهم ويزرعون بعض الخضار والفواكه في المنازل. فوائد استخدام المياه الرمادية وإعادة استخدام المياه الرمادية كثيرة جدا. هنالك فوائد اقتصادية اللي هي تقليل استهلاك الماء وبالتالي تقليل الفاتورة، وعلى مستوى الدولة فهنالك تقليل في التحلية، كميات المياه المحتاجة الدول تحليها، تقليل الضخ، تقليل الطاقة، هنالك كذلك تقليل في المياه التي نرسلها في الصرف الصحي. يعني إذا إحنا أعدنا استخدام الماء مرتين في البيت، نستخدمه مرة في المطبخ، مرة في المسابح، ثم نستخدمه المرة الثانية في ري الزراعة، فنحن بهذه الطريقة نقلل كمية الماء التي نرسلها إلى الصرف الصحي، وهذا بالتالي يقلل كثير من التكاليف على الدولة. كذلك تتوفر لدينا إذا أعدنا استخدام تدوير الماء الرمادي تتوفر لنا حدائق نستطيع منها إنتاج الخضروات والفواكه والزهور. وهنالك فوائد بيئية كثيرة جدا من هذا، من ضمنها يعني تقليل المياه، إذا كان الناس يستخدموا الله يكرمكم صناديق للصرف داخل منازلهم فراح نقلل كمية الملوثات التي تذهب إلى باطن الأرض وغيرها من الفوائد. في جامعة السلطان قابوس هنالك الكثير من الأبحاث التي أجريت حول استخدام إعادة استخدام المياه الرمادية، أذكر منها دراسة واحدة اللي هي تم مسح مدى تجاوب الطلبة أو تقبل الطلبة لاستخدام المياه المعالجة في الصرف الصحي، فتم مسح حوالي 400 طالب، وجدنا أن الطلبة غير متقبلين لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، بينما بالنسبة للمياه الرمادية وجدنا أن هنالك تقبل كبير، حتى أن نسبة 43% من الطلبة مستعدين لدفع مصاريف إضافية لتغيير السباكة التي أجروها في منازلهم لكي يدخلوا نظام إعادة استخدام المياه الرمادية. الهدف من الدراسة هو لفحص إمكانية استخدام المياه، فحص جودة المياه الرمادية قبل المعالجة وبعد المعالجة، وعندما نستخدم هذه المياه المعالجة في ري المزروعات ما هو التأثير على إنتاجية هذه النباتات. بشكل مبسط إيش اللي إحنا عملنا؟ المنزل طبعا هذا ما بيتنا إحنا، يعني فقط مجرد صورة. المياه التي تخرج من المغاسل والمسابح والغسالات الملابس يتم تجميعها في خزان منفرد، بينما المياه التي تخرج من المراحيض تذهب إلى الصرف الصحي. ولكن كما ذكرت لكم يعني هنالك ملوثات كثيرة في المياه التي تخرج من غسالات الملابس، ولذلك آثرنا أن نستغني عن هذه المياه وإن كانت كبيرة ونضعها في الصرف الصحي، بحيث أن لا تكون عندنا ملوثات تستخدم في منظفات الملابس. ثم الماء الذي قمنا بتجميعه، الماء الرمادي الذي قمنا بتجميعه يعني نرسله بنضخه إلى فلتر رملي أو مصفي رملي، مع وجود مجال إلى أننا نضيف الكلور لتعقيم هذا الماء. فعملنا هذه الخطوة كذلك في هذه الدراسة، قمنا بتعقيم الماء للتخلص من الملوثات البيولوجية، ثم الماء المفلتر نجمعه في خزان آخر ونستخدمه لري
الزراعة. هذا بشكل مبسط الذي أجريناه في هذه الدراسة والتي عملناها على مدى سنتين. هذا هو المصفي الرملي، يمكن عمله في البيت، ونحن عملناه عندنا في البيت من غير الحاجة إلى مصانع أو شركات للقيام به. عبارة عن ماذا؟ هذا هو المصفي الرملي، عبارة عن طبقات. الطبقة السفلية هي طبقة منفذة للماء بشكل كبير، اللي هي عبارة عن حجارة كبيرة، ثم حجارة صغيرة، ثم جرافل، يعني اللي هو قطع صغيرة من إيش، ما أعرف إيش يسموه بالعربي. ثم عندنا اللي هو المياه رمال الكثبان الرملية، الرمال الكثبان، هذه رمال ناعمة جدا، هي التي تعمل على تصفية الماء الرمادي. فنقوم بضخ الماء الرمادي في الأعلى، وينزل الماء الرمادي بفعل الجاذبية إلى الأسفل، ثم نقوم بتجميعه. هذا هو الخزان الذي استخدمناه، فنضع كما ذكرت لكم الصخور الكبيرة أو الحجارة الكبيرة، ثم حجارة صغيرة، ثم الرمل الكبير، ثم الرمل الصغير في الأعلى، ونقوم بتوزيع الماء بهذا الشكل. طبعا الماء ينزل ثم يمر على هذه يعني الفتحة التي نضع فيها قطعة الكلور، ثم ينزل في الأسفل، ثم نقوم بسقي الزراعة. خلينا نشوف أول زراعة بعدين نرجع إلى توزيع التجربة. طبعا زرعنا الطماطم، زرعنا الباذنجان، زرعنا الجزر، لكن زراعة النتائج التي تحدثنا عنها تحدثنا فقط عن الطماطم، وهذا الذي سأفعله في هذه الكلمة. فماذا عملنا؟ دراستين يعني على مدى سنتين. السنة الأولى قمنا بري المزروعات، ري المزروعات بالماء، ماء من الخزان اللي هو ماء التحلية، وإضافة الأسمدة، إضافة الأسمدة، وهذا كان يعتبر هو المرجع، هو الكنترول الذي يسمى الكنترول، هو هذا الكنترول، نسقي بالماء العذب ونضيف له الأسمدة. أما الماء الآخر هو الماء الرمادي المعالج، المياه الرمادية المعالجة من غير أي إضافات، يعني لا نضيف لها أي أسمدة أو أي حاجة، نريد نرى هل المياه الرمادية تفيد من غير إضافة أي أسمدة أو لا. طبعا في السنة الأولى لم نضيف المياه التي تخرج من المطبخ. لماذا؟ لأن المياه التي تخرج من المطبخ كما ذكرنا سالفا بها كثير من الملوثات، يعني بها زيوت وبها فضلات الطعام، والتي ستتسبب في يعني تقليل نفاذية الرمل، يعني راح يسكر مسامية الرمل إذا حطينا فيها دهون وهذه الفضلات. فهذا في السنة الأولى. أما في السنة الثانية أضفنا له ماء المطبخ، وسنرى الأثر. طبعا النتائج تقول إنه في السنة الأولى عندما لم نضف ماء المطبخ، هذا هو الكنترول الذي هو عبارة عن ماء عذب فريش ووتر مع الأسمدة، كان الإنتاجية كبيرة جدا لهذا الكنترول المرجع مقارنة بالمياه الرمادية فقط من غير أي أسمدة، سواء كانت من حيث عدد حبات الطماطم المنتجة أو من حيث وزنها. في السنة الثانية أضفنا ماء المطبخ، وانظروا إلى الفارق، انظروا إلى الفارق الكبير. يعني في السنة الثانية لأن فضلات المطبخ أصلا هي أسمدة عضوية، تتحلل هذه الأسمدة العضوية وتذهب إلى النباتات من غير إضافة أي أسمدة كيماوية كما هو الحال في الكنترول في المرجع. فإذا زادت الإنتاجية، ولهذا فنقول إنه مياه المطبخ بالرغم أنها يعني تقلل من عمر الفلتر المصفي، إلا أنها تفيد في التسميد العضوي للنباتات. من ناحية الكيميائية وجدنا أن الماء الذي قمنا بتصفيته، المياه الرمادية التي قمنا بتصفيتها تتوافق مع منظمة الصحة العالمية، ستاندرز تابعة لمنظمة الصحة العالمية، فيعني الحمد لله كانت متوافقة مع هذه ستاندرز وآمنة للاستخدام. من ناحية البيولوجية طبعا كانت المياه التي تأتي من بعض دورات المياه بحكم وجود أطفال في المنزل ويتم يعني تغسيلهم في المغاسل،
توجد بها ملوثات بيولوجية مثل الكوليفورم والإيكولاي. فوجدنا أنه بعد فلترة هذا الماء لا توجد أي كوليفورم وأي بكتيريا، يعني أي بكتيريا من نوع الكوليفورم أو الإيكولاي، وهذا الحمد لله رب العالمين. طيب هذا المصفي، هذه الطريقة في تصفية المياه الرمادية طبعا يحتاج لها صيانة، لكن صيانتها بسيطة جدا، عبارة عن إزالة الطبقة العلوية من الفلتر من الرمل وتعويضها بطبقة جديدة، أو إن ما نعوضها بطبقة جديدة لحد ما تنتهي طبقة الرمل، ثم نأتي برمل جديد ونضيفه إلى المصفي. كنا نحتاج إلى صيانة الخزان، إلى صيانة المصفي مرة واحدة كل 6 أشهر لما ما نضيف ماء المطبخ، لكن لما نضيف ماء المطبخ نحتاج إلى تصفيته حوالي مرة كل 2 شهر، وهذا بسبب الأسباب التي ذكرتها. بالنسبة لي يعني الفائدة المادية من هذا من تبني إعادة استخدام المياه الرمادية في المنزل، بالنسبة للتكلفة، تكلفة الإنشاء والصيانة حوالي 1300، يعني الصيانة الدورية 80 دولار أمريكي، لكن التركيب المبدئي حوالي 1300 دولار أمريكي. في المقابل احنا نجني سنويا حوالي 570 دولار، سواء كانت هذه، طبعا هي هذه كلها ماديا، لكن هنالك اشياء غير مادية. يعني ماديا راح تقلل الفاتورة الماء، ما يحتاج الى اسمدة، راح يكون عندك بعض الفواكه والخضار والزهور، زين، وهذا يشكل منظر جمالي. طبعا هذا له قيمة مادية، لكن المنظر الجمالي ما له قيمة مادية، له قيمة معنوية. فإحنا بس حسبنا القيمة المادية التي نجنيها، ووجدنا أن المشروع كامل نستطيع أن يعني نسترد قيمته في غضون 30 شهر، حوالي 30 شهر، أي 2.5 سنين. في الختام نقول إنه إعادة استخدام المياه الرمادية في المنزل مفيدة وآمنة من ناحية البيولوجية والناحية الكيميائية. المياه المطبخ يعني راح تضاعف علينا كلفة الصيانة، لكنها مفيدة من ناحية العناصر المغذية. وأكتفي بهذا، وجزاكم الله خير. إذا كان عندكم أسئلة تفضلوا في فترة الأسئلة والأجوبة. نشكر الدكتور عبد الرحيم الإسماعيلي على عرضه الشيق، وأود أن أنوه بأن باب الأسئلة الآن مفتوح للدكتور عبد الهادي والدكتور عبد الرحيم. ونبدأ مع الأسئلة الموجهة إلى الدكتور عبد الهادي. هناك سؤال حول زراعة النخيل في تجارب جديدة عن استخدام قلب النخلة في زراعة النخيل، أي عكس الشتلات، هل هذه آلية ناجحة؟ والله الحق يقال، يعني أنا أعرف الزراعة النسيجية، يعني ممكن تأخذ أي جزء من النخلة وتطوره إلى نخلة من خلال الزراعة النسيجية، بس زراعة قلب النخلة هذه صراحة أنا ما أول يوم أسمع فيها الحين. هناك سؤال آخر، هل التربة في الصناديق التي تم تجربتها كافية للنخلة؟ نعم، التربة كانت كافية، لأن نحن نعرف العمق التربة اللي في البحرين عموما بالنسبة للنخيل لا تتعدى 80 سنتيمتر، وهذا تقريبا نفس العمق اللي كان عندنا في الصناديق. ونحن كنا نوفر العناصر الغذائية كاملة للنخلة من خلال مياه الري خلال 4 سنوات اللي كنا نربي فيها النخلة لعمل هذه التجربة. فلذلك وكنا لما نقرأ زي ما أنا عرضت بالجهاز نشوف استخدام النخلة للماء بحيث إنه ما يكون عندها أي إشكالية في الحصول على الماء في التربة والمغذيات. فلذلك من هذه الناحية كنا متأكدين من إنه إحنا نوفر البيئة المثالية للنخلة. هناك سؤال آخر، يقال أن سماد الدواجن يفيد في الملوحة لاحتوائه على الأحماض الأمينية،
هل هناك تجارب تثبت ذلك؟ وهل كل الأحماض الأمينية لها نفس التأثير؟ الأحماض الأمينية طبعاً هي في بعض منها يصنع يعني داخل جسم الإنسان حتى، وبالنسبة للسماد الدواجن أنا أشوف في إقبال كبير عليه في من المزارعين البحرينيين، وأحياناً يضطروا إلى معالجته لأنه ما يقولوا عليه سماد حار، فحار هذه لأن فيه الأسيديتي شوية عالية ويمكن أن يؤثر على النبات ما لم يتم معالجته قبل استخدامه بفترة، فلذلك تجد أن المزارعين يستخدمونه لفترة طويلة قبل بداية الزراعة، ونحن الحين نستخدمه كمعالجة للتربة في مشروع الكينوا الجديد اللي هو الحين موجود على الهورة، على هورة عالي وعلى الجامعة في ثلاثة بيوت محمية والايسيمترات أيضا عشان نقيس استهلاك الكينوا للماء. فنجرب سماد الدواجن هذا، ونحتاج إلى دراسات مفصلة عشان نعرف متى يكون مناسب استخدام السماد، يعني هل يتم التخمير لمدة أسبوع أسبوعين ثلاثة، ما في دراسات على هذا الموضوع صراحة، ولكن هو يحسن من طبعا من الظروف الطبيعية اللي ينمو فيها النبات في التربة، لا شك في ذلك. شكرا دكتور عبد الهادي، ونتطلع إلى مثل هذه الدراسات. وننتقل إلى الأسئلة الموجهة إلى الدكتور عبد الرحيم. هل استخدام الكلور المضاف يؤثر على النباتات؟ نعم يؤثر على النباتات إذا زادت نسبة استخدامه الكمية المستخدمة، لكن في الحالة التي استخدمناها نحن لم نضيف كمية كلور كبيرة، بحيث أن كمية الكلور الناتجة من الكلورة، العملية تسمى الكلورة، العملية الناتجة من الكلورة أعطتنا تركيز من الكلور مناسب حتى للاستهلاك الآدمي. ما نقول أن نستخدم المياه الرمادية، لكن آمن حتى للاستهلاك الآدمي، فبالتالي لا يؤثر على النباتات. هناك سؤال آخر، الأسمدة العضوية الناتجة مع ماء المطبخ تحتاج إلى وقت للتحلل، كيف تم ذلك في خلال فترة قصيرة؟ طبعا الفترة يعني غير قصيرة حقيقة، لأن في البداية عندما يخرج الماء من المطبخ يذهب إلى خزان التجميع، إلى خزان التجميع كما عرضت في الإلستريشن، يذهب إلى خزان التجميع، وفي خزان التجميع تترسب هذه المرسبات في القاع، في قاع الخزان، فتظل في بعض الأحيان لسنوات. يعني إحنا تركناها من بداية هذا المشروع حوالي 7 سنوات في القاع تتراكم وتتحلل على الوقت الذي يناسبها. زين، فكان الكميه التي ترسبت في الاسفل كميه كبيره جدا، واخذت وقتها في التحلل، ولذلك اخذنا هذه الفائده التي يعني ذكرناها. شكرا دكتور عبد الرحيم. هناك سؤال اخر الى الدكتور عبد الهادي، هل معدل إضافة الحمض الأميني ثابت أم متغير؟ وإذا كان متغير ما هو أفضل معدل له؟ نحن استخدمنا المعدل الموصى به من الشركة اللي تنتج هذا الحمض الأميني، هي شركة يابانية في الحقيقة، واستخدمنا 5 ملليلتر للشجرة مع الري، يعني كل 10 أيام، حتى لو ما يكون ما عندنا ري كنا نعطيه في لتر أو لترين من الماء حتى لما يكون ما عندنا ري، فهذا هو المعدل اللي استخدمناه، ويمكن يكون النتائج كان ممكن تكون افضل لو كان عندنا الحمض الاميني متوفر طوال فتره التجربه. زي ما انا عرضتها كان عندنا فتره انقطاع بسبب عدم توفر الحمض الاميني بالسوق البحريني، وحصلنا عليه يعني من خلال طلب من الشركه، وواصلنا التجربه في الفتره الاخيره، واضح التاثير كان
بتاع الحمض الأميني. فنحن استخدمنا الكمية الموصى بها من الشركة، لكن كلام السؤال مفيد جدا، لأنه أفتكر محتاجين نعمل تجربة على معدل أعلى وأقل، حتى يكون في دراسة اقتصادية كذلك على الاستهلاك نفسه وسعر السماد والفائدة المرجوة إن شاء الله. نشكر مرة أخرى الدكتور عبد الهادي والدكتور عبد الرحيم ونبارك لهم الفوز مرة أخرى. ونواصل الآن مع عروض الملتقى ونبدأ مع عرض عن دور جامعة البحرين في دعم الزراعة ضمن برامج التعليم العالي مع الدكتورة ثريا المنصوري. الدكتورة ثريا أستاذ مساعد في علم فسيولوجيا النبات وزراعة الأنسجة في قسم علوم الحياة بجامعة البحرين. فتتفضل الدكتورة ثريا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. في البداية أحب أتقدم أو أبارك للدكتور عبد الهادي عبد الوهاب والدكتور عبد الرحيم الإسماعيلي على فوزهم بجائزة جلالة الملك لتنمية القطاع الزراعي، اللي هو كأفضل بحث علمي. ألف مبروك لكم، وإن شاء الله حظ أوفر للآخرين. راح أتكلم اليوم عن اللي هو عن دور التعليم العالي. راح أتكلم اليوم عن الزراعة والتعليم العالي، بالتحديد دور جامعة البحرين في ظل المتغيرات الراهنة. من النقاط اللي راح أطرحها كمقدمة نتكلم شوية عن الفود سيكوريتي، بعدين الدعائم الرئيسية للفود سيكوريتي اللي هو الأمن الغذائي في البحرين، بعدين بتكلم عن اللي هو الاكتفاء الذاتي ومشكلة الوصول، كيفية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في البحرين، وبعدين نتكلم شوي عن دور جامعة البحرين لتنمية القطاع الزراعي، وفي الختام راح أختم بموجز بسيط. من المعروف أنه أطلقت الأمم المتحدة في عام 2015 مشروع التنمية المستدامة اللي احتوت على 17 هدف رئيسي. الهدف الرئيسي الثاني كان يتكلم عن الزيرو هانجر، بمعنى أن لا يكون هناك أي جوع مع العام 2030، أي أن يكون هناك اكتفاء أو أمن غذائي في العالم. لكن من المعروف أن هذه الوصول إلى هذه أو تحقيق هذه الغاية شيء صعب جداً في ظل المتغيرات الراهنة، مثل زيادة البوبوليشن، زيادة عدد السكان، وأيضاً تأثير التغير المناخي. ناهيك عن المشاكل والحادثة في الوقت الحالي، وتحديداً مشكلة جائحة كورونا. الكل يعرف أنه الفود سيكوريتي معناها شنو؟ شنو معناها؟ معناها أنه جميع الأشخاص أو جميع الناس يتمكنون من الحصول على المادة الغذائية والطعام في جميع الأوقات، على أن تكون هذه المادة متوفرة وأيضاً آمنة، تحتوي على جميع العناصر الغذائية المهمة للفرد، من حيث أنه يحصل على كل القيمة الغذائية اللي تأهله أن يقوم بجميع أنشطة الحيوية وأن يعيش حياة صحية. بالنسبة حق الأمن الغذائي، يحتوي على أو له اللي احنا نقول عنه pillars اللي هو أركان أو ركائز رئيسية، اللي هو الفود افيليبيليتي، معناها هل الغذاء متوفر ام لا. الفود اكسس، هل بالامكان الوصول للغذاء ولا لا. فود يوتيلايزيشن، معناها استخدامات الغذاء. والاستابيليتي في اتجاه اللي هو التوفر الغذاء والامكانيات الوصول اليه وحسن استخدام المصادر الغذائيه. من المعروف انه البحرين بلا شك بالنسبة حق الأمن الغذائي، فالبحرين is food secured، معناها أن البحرين يعني عندها اكتفاء، عندها أمن الغذائي، يعني
بمستوى جيد في البحرين. إذا شفنا المؤشر العالمي نجد أن البحرين كانت في عام 2016 كانت مستوى 33، بعدين صارت مستوى 37، مستوى 41، النهاية في عام 2019 وصلت إلى يعني تراجع شوية المستوى إلى 50. لكن بشكل عام الأمن الغذائي يعني متوفر في البحرين بسبب استيراد المواد الغذائية وتوفيرها. أما بالنسبة حق الاكتفاء الذاتي، هنا تكمن المشكلة، مشكلة اللي هو الاكتفاء الذاتي في البحرين، وهذه يحط البحرين في يعني في خلنا نقول تحت ظرف معين اللي هو الريسك اوف لاك اوف كنترول اوفر ذا فود سورس. معناها في هالحاله البحرين قد تواجه مشكله الحصول على الماده الغذائيه في الوقت المناسب بسبب الاعتماد على الماده الغذائيه من الخارج. على سبيل المثال ما حدث خلال مشكلة كورونا، في البداية كان في هناك تخوف من جميع الجهات، من المواطنين، من إمكانية الحصول على المادة الغذائية بوفرة. لكن الاستراتيجيات الفعالة اللي قامت بها حكومة البحرين وضمان توفير المادة الغذائية لفترة زمنية تزيد عن السنتين لجميع المقيمين والمواطنين في البحرين جعلت من المواطن يكسب الثقة، فبالتالي صار هناك في صار في هناك تقبل حق أو ثقة وثق المواطن بإمكانية الحصول على المادة الغذائية بشكل مستمر، وخف التزاحم والركض من أجل شراء المادة الغذائية من المؤسسات اللي تبيع الغذاء. طيب شنو هي العوامل الرئيسية اللي تأثر على عدم الوصول على الاكتفاء الذاتي في مملكة؟ ليش مملكة البحرين غير قادرة على أن هي تكتفي بشكل ذاتي بأن تحصل جميع المادة الغذائية؟ The first thing أو أول شيء اللي هو عبارة عن unique agronomic challenges، المشاكل الطبيعية اللي تعاني منها مملكة البحرين. مملكة البحرين تقع في منطقة حارة جافة، تعاني من شح المياه مصادر المياه، تعاني من ارتفاع درجة الحرارة مما يترتب عليه زيادة عملية النتح تبخير، وأيضا مشاكل الملوحة، مشاكل محدودية الأرض الزراعية، وأيضا التربة نفسها غير قادرة أو التربة نفسها غير صالحة للزراعة في أغلب مناطق البحر. إذن هذه العوامل الطبيعية كلها تأتي في اتجاه معاكس لتنمية القطاع الزراعي وأيضا توفير المادة الغذائية. ناهيك عن الclimate change اللي هي المشاكل اللي راح تترتب عليها اللي ممكن تسبب تفاقم في المشاكل اللي طرحت سابقا. ومن المعروف انه في هناك زياده مضطرده في عدد السكان في البحرين مثل العالم بشكل عام. في هناك توقع ان يصل عدد السكان في البحرين في عام 2030 الى 2.6 مليون شخص. اذا لابد من أن احنا تكون عندنا خطط، لابد من إيجاد خطط رئيسية لبريدج ذا جاب اللي هو للتخلص من الفجوة الموجودة بين الحاجة أو الفود كونسومشن استهلاك الغذاء وبين الفود برودكشن بين إنتاج المادة الغذائية. كانت في هناك استراتيجيات قامت بها الدولة وبدراسات متقنة من أجل توفير المادة الغذائية، وهي عن طريق الفود ستوكينج، معناها اللي هو استيراد المادة الغذائية وتخزينها لفترات مناسبة بحيث أن توفر المادة الغذائية لجميع ساكني مملكة البحرين. بعدين كان في هناك أيضا الفورين أجرو انفستمنت اللي هو يكون في هناك نوع من الاستثمار الزراعي خارج مملكة البحرين كما حدث مع في الهند وفي السودان، اللي تكون مناطق زراعية تتوفر فيها المياه والتربة الصالحة مع رخص الأيدي العاملة اللي من أجل اللي بتمكننا من الحصول على المادة الغذائية بشكل مستمر وبشكل دائم. أيضا من الاستراتيجيات اللي توجهت لها الدولة اللي هي
استخدام التقنيات الحديثة الـ Innovation in Agriculture for Nutrition and Safe Food Production. معناها شنو؟ معناها أنك تستخدم التقنيات الحديثة من أجل تنمية الإنتاج الغذائي، وأيضاً من أجل إنتاج طعام اللي هو سيف، قادر على استقاء الإنسان ممكن أنه يستخدمه بسهولة. طيب، ما هي أو شنو هي خلنا نقول المشاكل اللي ممكن نحن نتكلم عنها في هذه الحالة؟ إذا أنا بايبا أتكلم عن الستوك فيلينج أو الفورين أجرو إنفستمنتس اللي هو اعتمادنا بيكون فيه على الخارج، معناها ممكن نحن نتعرض إلى مشاكل قد يترتب عليها عدم حصولنا على المادة الغذائية في الوقت اللي إحنا نحتاج فيه. بينما إدخال التقنيات الحديثة والاعتماد على التقنيات الحديثة من أجل إنتاج مادة غذائية محلياً ومحاولة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي هو الحل الأمثل والحل المناسب لمشكلة الغذاء في البحرين. فبالتالي إذا أنا أبغي Sustainable Agriculture، إذا أنا أبغي زراعة مستدامة وأبغي تنمية القطاع الاستثماري أو الأجري بيزنس في البحرين، لابد من أني أدخل تقنيات حديثة إلى في البحرين من أجل تنمية القطاع الزراعي، واللي يترتب عليه اللي هو أهمية الحصول على qualified human resources، معناها أن يكون عندنا طاقة بشرية مؤهلة على استخدام هذه التقنيات الحديثة، وهذه يتطلب وجود برامج تعليمية وتدريبية مناسبة من أجل إدخال هذه التقنيات الحديثة، وأيضاً القيام بالبحوث العلمية لدراسة ومعرفة مدى أهمية أو مدى مناسبة هذه التقنيات الحديثة لمملكة البحرين. هل هي مناسبة؟ هل بالإمكان إن لما ندخل هذه التقنيات الحديثة هل راح تخف على الدولة مشاكل الإنتاج ومشاكل القطاع، أم إن هي بتكون مشكلة أخرى؟ لأن مو جميع التقنيات راح تكون مناسبة لمملكة البحرين، فلابد من أن يكون في هناك الدراسة مناسبة للوضع. المزارع البحريني أو الزراعة في البحرين في الوقت الحالي تعتمد على المزارعين في البحرين. أنا يعني كوني رئيسة لجنة أفضل مزارع بحريني ومحكم في اللجنة، قدرت أني أنا أشوف أو أحس بمدى أهمية المزارع البحريني ومدى أهميته ومدى فعاليته في تطوير القطاع الزراعي. المزارع البحريني حالياً اللي موجود بشكل حالي يعتمد على الاكسبيرينشال نوليدج، يعتمد على اللي هي المعرفة المتوارثة من الأجيال السابقة، أو أيضاً من المعرفة المتبادلة بين المزارعين مع بعضهم البعض. المزارع البحريني خصوصاً مع إطلاق جائزة الملك لأفضل مزارع بحريني بدأ أيضاً يستفيد من الورش اللي تقدمها سواء كانت وكالة الزراعة أو أيضاً المؤسسات الأخرى الداعمة للمزارع البحريني. إذن المزارع بشكل عام عندنا ما يزيد عن 600 مزارع بحريني، تقريباً 685 مزارع بحريني، معظمهم لا يحملون الشهادات العليا، لا يحملون اللي هي شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في الزراعة، ولكن يجدون المهنة وبالفعل متمرسين المهنة. طيب، النقطة المطروحة الآن، ماذا عن الجيل القادم؟ ماذا عن الشباب؟ ماذا عن خريجي الثانوية؟ هل بالإمكان إن إحنا ندفعهم إلى الدخول في هذا المجال لتنمية القطاع الزراعي؟ جامعة البحرين تعتبر جامعة البحرين من الجامعات الكبرى، وهي الجامعة الوطنية اللي دائما بشكل عام supplies trained manpowers to the workplace. إذا معناها في هالحالة إنه جامعة البحرين هي المصدر الرئيسي للعمالة اللي تنخرط في السوق المحلية في البحرين في أغلب الأوقات بالتخصصات المختلفة، فلماذا لا تكون الزراعة أيضاً؟
من أهم مشاركات جامعة البحرين لتنمية القطاع الزراعي إطلاق اللي هو عندنا برنامج البكالوريوس في اللاندسكيب في الاركيتكتشر في كلية الهندسة في قسم الاركيتكتشر والانتيريور ديزاين في عام 2018، والحين مستقطب 90 طالب وطالبة يدرسون في هاي البرنامج. إذا بني إلى كلية العلوم، كلية العلوم ما فيها برنامج زراعي، ولكن فيها هناك أقسام مختلفة مثل قسم الرياضيات والفيزياء والبيولوجي وأيضا قسم الكيمستري. جميع العاملين في الفاكولتيز العاملين في كلية العلوم مهتمين بالبحث وبالبحوث بشكل عام، لكن التوجه إلى الزراعة إلى البحوث اللي من شأنها تحل المشاكل الزراعية طبعاً محدود جداً. إذا بنشوف اللي هو التطور في البحوث اللي صار في الجامعة منذ عام 2018 إلى 2020، نطالع هناك في تقدم وفي زيادة في عدد البحوث اللي يقوم فيها الكادر الأكاديمي في كليات العلوم في الأقسام المختلفة. مثال عليها في قسم علوم الحياة اللي أنا عضوة فيه. في هذا القسم في هناك العديد من البحوث اللي تهتم بالغذاء وتهتم بصحة الإنسان، ولكن هناك البحوث اللي تهتم بحل المشاكل الزراعية اللي من شأنها الوصول إلى الاكتفاء الذاتي محدودة جداً. ما في من هذه البحوث كلها في عام 2018-2019-2020 كان هناك فقط بحثين منشورين في عام 2018. البرامج المتاحة في جميع الأقسام تأهل الطلاب بأن تدمجهم في البرامج التعليمية والتدريبية، بأن يعمل الطالب في المجالات الخارجية. نطالع في الفترة الأخيرة كان في هناك توجه من قبل وكالة الزراعة وأيضاً رغبة من الطلاب نفسهم في خوض اللي هو أو الدخول في المجال الزراعي، في الدخول في اللي هو to join وكالة الزراعة وأيضاً التدرب في مختبراتهم واكتساب المهارات من المختبرات في وكالة الزراعة. بالنسبة حق البحوث أو خلنا نقول السينيور بروجكتس البحوث العلمية على مستوى الطالب على مستوى الأندر جراجويتس، أتكلم هنا عن طلابي أنا بشكل خاص. صار في هناك زيادة فعلية وزيادة محسوسة في عدد الطلاب الراغبين للانخراط في هذا المجال اللي عادة أنا أطرحها لاستهداف مشاكل معينة في القطاع الزراعي ومحاولة حلها. على سبيل المثال استخدام المياه المعالجة لزراعة النباتات، وكانت هذه التجربة أو البحث أجري مع الدكتور محمد عثمان بحيث أنه كان هو يوفر لنا المواد النباتات وإحنا قمنا بالتحليلات الزراعية. وفي تجارب أخرى أيضاً على تأثير الحرارة وتأثير الملوحة وتأثير الإصابة بالآفات الزراعية من أهمها سوسة النخيل الحمراء على الإنتاج الزراعي. في الوقت الحالي أيضاً هناك مجموعة من الطلاب يعملون على دراسة استخدام النانو بارتيكلز لتحفيز نمو بعض البادرات الزراعية أو البذور اللي غير قابلة لأن هي تستنبت بشكل سريع وتعطينا النبات. هذه راح تكون البحث أو البحوث اللي من ضمن البحوث اللي راح يقومون فيها الطلاب في الوقت الحالي. بالإضافة إلى ذلك قام الطلاب ببعض البحوث من أجل حفظ الأصول الوراثية للنباتات في مملكة البحرين من أجل إنشاء بنك جيني. هذا البنك الجيني قادر على حفظ الأصول الوراثية لجميع النباتات دون استثناء،
وأحب أني أنوه أنه الطلبة قاموا بتجميع ما يقارب 100 عينة، وأيضا العملية مستمرة، وفيه تعاون بين قسم علوم الحياة، بين كلية بين قسم علوم الحياة وبين قسم الأركيتكتشر في كلية الهندسة، من أجل تصميم معشفة وبنك جيني في جامعة البحرين، على أن تكون هذه المبادرة من الطلبة. صار في هناك كومبيتيشن، أو خلينا نقول منافسة، بين الطلاب من أجل تخطيط وإيجاد اللي هو الرسم أو التصميم المختبر، بحيث أنه يتحول المختبر الحالي إلى معشبة نموذجية وبنك جيني للنباتات في مملكة البحرين. طيب، هذه النقاط سواء كان بالنسبة حق الانترنشيب، تدريب، رغبة الطلبة للتدريب، ورغبتهم أيضاً في اللي هو القيام بالبحوث الزراعية، هل هي مؤشر لرغبة الجيل الجديد للدخول في القطاع الزراعي؟ نعم، أنا أعتقد أن طرح برامج جديدة على أسس علمية ودراسة إمكاني ودراسة البنشماركينج مع الجامعات العالمية، وطرحها في جامعة البحرين قد يكون حل رئيسي أو حل فعال لاستقطاب الجنريشن القادم من أجل الدخول في القطاع الزراعي بشكل علمي وحامل مع أسس علمية، بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي ولو بشكل جزئي. على سبيل المثال، من البرامج التي قد تطرح اللي هي الزراعة والأمن الغذائي، أو الزراعة اللي هو الزراعة المستدامة Sustainable Agriculture. هذه البرامج بشكل عام تهدف إلى إدخال الطلبة، أو خلنا نقول استقطاب الطلبة للخوض أو للدخول في القطاع الزراعي. طبعاً إذا بنتكلم عن البرامج الزراعية أو إدخال برامج زراعية في جامعة البحرين، الكثير راح يتكلم عن بعض المشاكل اللي ممكن نواجهها في جامعة البحرين، وممكن تعيق من تنفيذ هاي النوعية من المشاريع، ولكن أحب إني هني أوضح بعض النقاط البسيطة اللي ممكن من خلالها نحاول إن إحنا نخفف من الآثار السلبية اللي، أو خلنا نقول من الآثار اللي ممكن تعيق من استحداث هذا النوع من البرامج. مثال عليها، لما أنا باي بتكلم عن strengths and weaknesses of استحداث البرامج اللي بهاي الشكل، رقم واحد الكادر التدريسي والكادر الأكاديمي وأيضاً الطاقم الفني المصاحب. جامعة البحرين أو كلية العلوم بالتحديد، وبالتحديد قسم علوم الحياة، لديه من الكادر الأكاديمي ومن الكادر الفني ما يؤهل، يعني ما ممكن يمهد لي هذا النوع من البرامج، لأن تقريباً هذا النوع من البرامج 40% من الكادر الأكاديمي وأيضاً من الكادر الفني عندنا أوريدي في جامعة البحرين. بالنسبة حق اللي هو الانفراستركتشر، من الصفوف الدراسية ومن المختبرات، نعم موجودة صفوف دراسية وموجودة مختبرات تعليمية، ولكن ينقصنا اللي هي الهاي تك فيلد ارياز، اللي هي المناطق أو خلنا نقول الحقول الزراعية والجرين هاوسز، وأيضا المختبرات اللي تعتمد على التقنيات الحديثة من أجل اللي هو تطوير الزراعة بشكل عام. إذن في هناك إيجابيات، في هناك عوامل موجودة، في هناك جزئيات نحتاج إن إحنا نطورها. هل بالإمكان إن إحنا نحول الثريتس اللي موجودة إلى opportunities؟ نعم. في البعض ممكن يقول إن ليش برنامج للزراعة أو برامج للعلوم الزراعية في جامعة البحرين وهناك دول قريبة منا في المنطقة المحيطة، مثلا في دول الخليج في هناك 5 جامعات ممكن من خلالها إرسال الطلبة لتلقي العلم، وبعدين ممكن انهم يجون البحرين ويعملون. ليش ما نحول هاي الثريت الى opportunity؟ ممكن نحولها الى opportunity عن طريق ان احنا نستحدث برامج تبادل الطلبة وبرامج تبادل الكادر الأكاديمي، فبالتالي ممكن إن إحنا نستفيد من تجاربهم ونستفيد من خبراتهم السابقة، ونطور إحنا البرامج الزراعية في جامعة البحرين على
طريق تبادل الخبرات بين الطلبة وأيضا بين الكادر الأكاديمي. النقطة الثانية أيضا اللي ممكن تكون ثريت في هذه النوعيات من البرامج، هذه النوعيات من البرامج، عدم أو عزوف الطلبة أو عزوف النيو جينيريشن لدخول القطاع الزراعي، لأنه يحس أنه قطاع غير مجدي، ولكن هذا غير صحيح، لأنه في الإمكان بالإمكان دخول هذا القطاع والاعتماد على النيو جينيريشن من أجل تطوير هذا القطاع. هذا يتطلب تغيير شامل لنمطية التدريس ولنمطية التعليم الزراعي، على أن يبدأ يعتمد على تقنيات جديدة من أهمها اللي هو الوصول أو حصول الطالب للمعلومة بدون التلقين، عن طريق التدريب، عن طريق التدريب العملي في مواقع العمل، وعن طريق البحوث العلمية، تأهيل الطلبة للدخول اللي هو اللي حق الانترنشيب اللي هي عبارة عن ريادة الأعمال، إمكانية أو زيادة إمكانياتهم بحيث أن يدخلون يفتحون بعد التخرج يفتحون مشاريعهم الخاصة اللي من شأنها تنمية القطاع الزراعي. بهاي ممكن أختم التوك أنه البحرين، نعم البحرين سكيورد من حيث الأمن الغذائي، ولكن تحتاج إلى الوصول إلى ولو شيء من الاكتفاء الذاتي في الحصول على المادة الغذائية. هذه يتطلب إدخال تقنيات حديثة في المملكة، ولابد من وجود اللي هو عندي القدرات البشرية القادرة على أن تنخرط في هذا المجال وتعمل على هذه التقنيات الحديثة، تستحدث الجديد تستحدثها وتدخلها وتوطنها وتستخدمها، وبعدين ممكن حتى أن هي تطورها عن طريق البحوث العلمية. وهذا يتطلب وجود برامج في اللي هي في الهاير إديوكيشن، فبالتالي لابد من توجيه أو التوجه إلى طرح هذه البرامج اللي من شأنها تنمية القطاع الزراعي. وشكرا ومع السلامة. شكرا جزيلا. نشكر الدكتورة ثريا على تطرقها لهذا الموضوع لما له من أهمية في الوقت الراهن لتحقيق الاستدامة في التنمية الزراعية. وقبل الانتقال إلى العرض الأخير، أود أن أذكر بأن باب الأسئلة سيكون مفتوحاً بعد العرض القادم، فيرجى كتابة الأسئلة في المكان المخصص لذلك. ونختتم الملتقى مع خبير زراعي من مملكة البحرين الدكتور محمد عثمان، والذي سوف يستعرض الأولويات المقترحة للدراسات والبحوث في القطاع الزراعي. فليتفضل الدكتور محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أشكر سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة على تفضلها بتطوير بعمل تطوير كبير جدا في مجال الزراعة. أنا شغلنا في البحرين بقى لها أكتر من 39 سنة، ولاحظت التطور الكبير قوي من أول ما بدأت المبادرة الوطنية. الحمد لله كل حاجة ماشية على دراسات علمية سليمة وكل حاجة ممتازة. وبشكر سعادة الدكتور رياض حمزة رئيس الجامعة على تفضله برعاية الندوة اللي بنتكلم فيها حاليا. أنا بتكلم على اللي هي الأبحاث المطلوبة في مجال الزراعة اللي بنحب نطورها. حب أقول بعض المشاكل السريعة كده اللي هي بنحتاج نعمل فيها أبحاث، وبطلب من جميع البحاث ومن جامعة البحرين وجامعة الخليج يا ريت نركز في الحاجات اللي هي بتقابلنا هنا في المشاكل. أنا الحقيقة زي ما قلت لكم بقالي 39 سنة إيدي في الزراعة وعارف الحاجات دي كلها كويس. فإحنا اتكلمنا عن المياه الآبار الجوفية اللي هي المياه الارتجالية اللي بنصرف منها، مياه الصرف الصحي المعالج اللي هي المياه بنوع على المياه السوداء، والمياه الرمادية. وهنتكلم زي ما بنقول ري لازم نقول صرف، فالصرف هو والري الاثنين توأمين، ارتفاع مستوى المياه الصرف الزراعي وإزاي الصرف الزراعي نفسه، لأن الصرف الزراعي هو اللي بيحل لنا مشاكل الأملاح مع الري. فلو أمسك
من ناحية مياه الري الارتوازية لازم نحتاج، لاحظنا في الأيام من القديم حتى الآن تطور رهيب في مياه الارتوازية. فبنلاحظ أول حاجة المحتوى غير أنها نقصت كمية كبيرة جدا نتيجة ندرة الأمطار في السنوات الأخيرة، ما فيش بيحصل ريتشارج للأبار بتاعتنا، فزادت عملت على زيادة المحتوى الكلي من الأملاح الدايبة لاحظ في الأيام الأخيرة. وطبعا الزيادة بتختلف من منطقة للتانية، فلازم يبقى في دراسة عن تطوير الأملاح في الأماكن المختلفة في المناطق المختلفة من مملكة البحرين، مش الأملاح بس لأن أحيانا تبقى الأملاح كويسة لكن وجود بعض عناصر الغذائية أو الأملاح اللي موجودة بوجودها بكثرة ممكن يخلي الماء غير صالحة للزراعة. فلازم نعرف الصوديوم تركيزه بالنسبة للكالسيوم والمغنيسيوم لأن ده بيدينا معادلة بسيطة قوي اللي هي نسبة صوديوم أدزورب ريشيو معدل إدمصاص الصوديوم، لأن ده النسبة ديت لو هي كونت 13 أو أقل أوكي المية صالحة، لو أعلى من كده المية ما بتأثرها حتى لو هي ما فيش فيها ملوحة كتيرة. فلازم نشوف التطوير لأن حتى الصوديوم بدأ يزيد في المية عندنا هنا في البحرين، فلازم يبقى فيه دراسات تحددها وتكون دراسات متقاربة نشوف الحاجات دي كلها، محتاج منها تحليل على طول. مش الصوديوم بس، كمان التركيب الأنيوني المية اللي هي الكربونات والبيكربونات، لأن البيكربونات بالذات بتشكل مادة سامة في المية لو روينا بمية فيها بيكربونات وكربونات زيادة، كعلاوة على عنصر البورون اللي موجود بكثرة في مياه الأبار. احنا عارفين مياه الأنهار ومياه الأمطار خالية من البورون لكن مياه الأبار فيها، ومعروف كده ان البورون لما بيزيد عن 2 جزء في المليون في المية بتبقى المية أكتر من كده بتبقى مية سامة. نشوف كمان من ملاحظ في الأيام الأخيرة من كثرة استعمال مبيدات الآفات، المبيدات الحشرية والآفات مبيدات الحشائش، لوثنا التربة بتاعتنا لما نيجي نروي مية، المية الري خدتها ونزلت في الصرف لغاية ما وصلت لمياه الآبار، لوثت مياه الآبار بالحاجات دي. لازم نعمل عملية تحليل مياه الآبار بكل شوية علشان نقدر نحدد اللي هو مستوى المواد ديت، المواد العضوية اللي هي المبيدات وغيرها. غير كده كمان المواد الصلبة العالقة في المية بتبقى مشكلة كبيرة، وطبعا لازم نحليل على فترات قريبة عشان نعرف كمية الأملاح زادت قد إيه في التربة، لأن زي ما احنا بنشوف في الرسمة اللي قدامنا ديت الحاجة الأساسية كمان بنعرف مستوى الماء الصرف الزراعي. ويمكن الدكتور عبد الهادي عرض لنا في الصورة الأرض في الجزرة والأملاح باينة على سطح التربة، كل اللي حصل ده نتيجة ارتفاع منسوب مياه الصرف زي ما يكون في الصورة اللي قدامنا على اليمين. مستوى ماء الصرف زاد، مستوى الصرف لما يكون أقل في صورتين بتحصل ماء بتطلع بالخاصية الشعرية لفوق وتتبخر. الماء لما بتتبخر من سطح التربة بالهواء أو بالشمس اللي بيحصل مياه بتطلع بتبقى ديستيلد ووتر، بتبقى مياه مقطرة زيرو ملح. الأملاح اللي كانت فيها بتروح فين؟ بتركز على سطح التربة، وزي ما الدكتور ورانا قد إيه كان سطح التربة مليان أملاح من تزهير أملاح، فدي لازم نعمل، هنشتغل على الصرف مع المياه كمان. فإحنا محتاجين بما أن مية البحرين زادت لازم نشتغل أبحاث باستمرار إزاي نستخدم المياه الملحية في الري. لازم اول نشتغل على تحسين خواص التربه مع المياه الملحيه. المياه الملحيه ديت اللي بنروي بيها هل في طرق نقدر نقلل الملوحه اللي فيها ولا لا؟ لازم بالابحاث في طرق كثيره نقدر نقللها. اختيار نظام الري المناسب كمان في المياه المالحه، احنا عندنا نظم الري في البحرين بتتوقف على الطريقتين، هما المفروض ثلاثه، رش وتنقيط وغمر. الحقيقة الرش لا يصلح لأن الرش عشان نروي بالرش لازم تكون المية أقل من 1500 جزء في المليون، ودي مش موجودة عندنا، فعندنا نعتمد على الري بالتنقيط. والري ده محتاجين أبحاث تحدد لنا الطرق المناسبة للري بالأبحاث العلمية.
دي خدناها. نشوف النوع الثاني من المياه المتوفر عندنا، مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثي، واحنا الحمد لله في البحر عندنا الصرف بيعالج ثلاثيا لحد ما ممتاز بالنسبة للأماكن الثانية، لأن بشوف بعض دول ثانية كتير بيبقى أحاد المعالجة بس، ودي بيبقى خطيرة جدا. بالرغم من كده مياه الصرف بتاعتنا لازم نحاول نعمل عليها أبحاث زيادة، نعملها من ناحية إيه؟ مياه الصرف الصحي احيانا بتبقى فيها عناصر ثقيله، زي ايه العناصر الثقيله؟ الهيفي ميتالز اللي هي الزرنيخ والرصاص والزئبق والكادميوم والكروم والنحاس والزنك، دي بقى لها خطوره كبيره جدا على صحه الانسان. بيجي مصدرها فين؟ في المياه. احنا عارفين مياه الصرف الصحي بتيجي من مياه صرف المنازل او البيوت، ودي البيوت احنا بنستعمل مواد ديترجنت في المطبخ، بنستخدم منظفات، فاحتمال تحتوي على ده. الحاجة التانية اللي أخطر منها الصرف الصناعي بتاع المصانع، احتمال كبير أو بيصرف المية بتاعته في المصارف العامة، ودي بتبقى مليانة من عناصر تقيلة. العناصر دي اللي وصلت للأرض مع التربة مع الري بتتركز في الأرض، النبات بيمتصها، لأن النبات بيمتص بطريقة كاتيونية فبياخد الحاجات دي كلها، وتبقى في أعضاء النباتية اللي احنا بنتغذى عليها. النتيجة النهائية انها تتجمع في جسم الإنسان ويحصل لها accumulation في الكبد بالذات، لغاية ما توصل لتركيز تركيز ضار بالصحة، يا إما مبرد يا إما بيقتل الإنسان. ودي يمكن هي أكتر حاجة بتسبب عندنا بعيد الشر عن جميع السرطانات والمشاكل والفشل الكلوي والكبدي، بعيد الشر عن الجميع. الحاجة الثانية المهمة جدا جدا اللي هي المحتوى المياه المعالجة من الكائنات الحية الدقيقة، من الفيروسات والبكتيريات والفانجس والبروتوزوا، كل الحاجات دي لازم تدرسها كويس جدا جدا، لأن نعرف ان مياه الصرف الصحي فيها كمية كبيرة من الممرضات للإنسان. مية صرف الإنسان جاية تبقى محتوية على الكائنات الحية الدقيقة دي الممرضة للإنسان. الحاجة الثانية اللي بزيد المشاكل دي في الكائنات الحية الدقيقة، إن المية بتتخزن في محطة في تنكيات كبيرة موجودة في كل منطقة، تنكيات ضخمة جدا بتتخزن فيها المية دي، ما كانتش في التنكيات الكبيرة اللي طبعا للوزارة، بتبقى في المزارع بيعملوا تنكيات كبيرة يخزنوها عشان يستعملوها في وقت قلة المية، أو في الوقت اللي هي المية ما تضخش بالمزرعة. ومعروف حتى لو كائنات حية دقيقة قليلة في التربة في المية بركنتها في المخازن بتزيدها، فاحنا محتاجين الدراسات كمان تشتغل على ان احنا نشوف المحتوى البكتيري او الكائنات الحية الدقيقة دي من محطة التحلية لغاية ما توصل للمزرعة، ونشوف اذا كانت تنكيات بتزيد ولا لا، وبنوصي بها، لان دايما التوصية بيقولوا المفروض ما تطلع من محطة المعالجة تروح المزرعة على طول، ما تستناش مدة في أي تنكيات خالص. الحاجات ديت، وبعدين لازم يدرس تأثير ري النباتات المختلفة من أشجار مثمرة وخضروات مختلفة، سواء خضروات بتؤكل مطبوخة أو فريش، على الكائنات الحية الممرضة اللي فيها، لأن دي في منتهى الخطورة للبشر. فمحتاجة دراسات على مسافات على مدة زمنية قليلة عشان نقدر نحافظ على صحة اللي بيستعجلوه. النوع الثالث الماء الرمادي، والحقيقة الدكتور عبد الرحيم يعني ما شاء الله يعني كفى ووفى في المعمول ده، بس نفسي في حاجة تانية. زي ما قلنا العملية سهلة جدا وأمنة من ناحية العناصر الهيفي ميتالز ما لقاش فيها. الحاجة التانية من ناحية الكائنات الدقيقة، الفلتريشن ساند فلتر عمله كان كافي قوي إن بشلنا كتير من الملوثات اللي موجودة فيها. لو احنا قدرنا نوفرها لينا في كل البيوت، المفروض يحصل تعميم لكل المنازل الجديده اللي بتتعمل جديده دي دلوقتي، انها لازم تركب دي مش المنازل بس، حتى في المجمعات السكنيه الكبيره لازم يتعمل الجري ووتر وتجمع وتروى به الحديقه، يستعمل في ري الحديقه، يستعمل في غسيل السيارات، في كمان غسيل البيت، الحاجات دي كلها الارضيات، الحاجات دي كلها في الحاله دي هنوفر كميه كبيره جدا من المياه. ولو محتاجين دراسات بيشترك فيها الزراعة وقسم البيولوجي مع الهندسة في ازاي احنا نقدر نحول البيوت اللي موجودة حاليا، ازاي نقدر نركب سيستم يفصل لنا المياه الرمادية عن المياه الصرف الصحي، يبقى افضل كتير. او لو قلنا في الدولة
كله يمسك يجمع المياه الرمادية ديت ونحولها للمزارع، هيبقى وفرنا كتير جدا وقللنا من المصاريف اللي بنعالج بها المياه الصرف الصحي. يا ريت دي تتعمم لأن نوفر كتير زي ما الدكتور عبد الرحيم عمل في البحث الممتاز بتاعه ورانا الطرق كاملة. الصرف الزراعي الحقيقة مملكة البحرين فيها أفضل شبكات صرف زراعي من قديم، والوزارة عاملة شبكة كاملة لمعظم الحدائق ومعظم المزارع. يا ريت نحاول، لأن هي أنا شايف إن بدأت تتأثر بامتداد العمراني، لازم يتعمل دراسات على النظم الموجودة ديت ونحاول نحافظ عليها من الامتداد العمراني. ليه؟ لأن لو عندنا صرف جيد حتى لما نروح عليها هنقدر نزرع، لو عندنا صرف رديء والمية عندنا مية عذبة هتملح الأرض، فإحنا محتاجين في الحالة ديت إن إحنا نتأكد من الصرف. وبعدين أنا لاحظت حاجة في الصرف كمان، يعني لاحظت إن بعض الكومباوند وأنا أشرتها بنفسي حبوا يعملوا أرو بلانت، محطة تحلية بتنتج 100 متر مكعب، فلما قعدت معهم فين بتوع كان في منطقة ما فيش في حولها مصارف زراعية ودوها، طب المية المالحة اللي بتطلع من الصرف البراكش ووتر بتروح فين؟ قالوا بنعمل لها سوكاوي، يعني هم بيسحبوا مية البير من تحت يحلوها ورجعوا الملح تاني كله للبير. طبعا أنا وقفتهم وقلت لهم ده غلط كتير جدا، لازم الأبحاث نقدر نحدد طريقة صرف الزراعي للبيوت واللي هيعمل أرو بلانت فين يودي المياه البراكش أو المياه المالحة بتاعته. وليكن في بعض الحاجات إن يحفر بير بعمق كبير أو تطول المنطقة اللي تحت ما بتأثرش على المياه الجوفية بتاعتنا نقدر نضخه فيها، لو نحفر بير بالتردي في كل منطقة ونجمع فيه مواسير الصرف ده. طبعا بالأبحاث لازم تبين الطرق المختلفة، لازم نساعد المزارعين واللي بيتغل في الحدائق. لو نيجي تاني حاجة كلمنا على الحاجة المهمة، المية المياه والصرف، نيجي اللي هي الأفات والأمراض النباتية. طبعا الحشرات انتشرت انتشار كبير أو في الأيام اللي فاتت دي، وكل واحد عنده حديقة يروح يجيب أعتى المبيدات، مبيدات اللي هي السيستماتيك عشان يقضى على الحشرة. حولونا الحشرات كلها، الحشرات البسيطة الضعيفة اللي كان ممكن بشوية مية تروح زي المن والذبابة البيضاء والحاجات دي كلها أصبحت عندها مناعة ضد كل الحشرات ضد كل المبيدات تقريبا اللي موجودة. محتاجين احنا دراسة ان احنا ندخل عندنا أعداء حيوية، ودي كتيرة قوي لكن للأسف محدش بيجيبها، فمحتاجة أبحاث نحدد الأعداء الحيوية للأمراض والحشرات اللي عندنا ونقدر نربيها عندنا هنا ونقدر نطلقها في المزارع، هنوفر كتير من المبيدات اللي بتتحط. بس ده عاوزة دراسة نعرف العدو الطبيعي ونعرف ايه هي الظروف الملائمة له ونقدر نشتغل عليها، هتبقى ممتازة وعملنا حاجة كويسة للدولة. نيجي حاجة تلوث البيئة والتربة والمية. تلوث الهواء معروف مصادره، وديت لازم نشوف مصادر تلوث الهواء اللي بيجي من عوادم السيارات ومن المصانع والحاجات دي كلها، فلازم نحدد أماكن اللي هي بتبقى زي حزام أخضر حوالين المصانع وحزام الأخضر حوالين المدن على أساس ونزرع فيها النباتات اللي هي تقدر تقاوم لنا التلوث. المية تلوثت كتير عندنا الأيام دي، تلوثت المياه الجوفية بسبب استعمال زي ما قلت قبل كده المبيدات والأسمدة الكيماوية اللي راحت في التربة وشبعت التربة ونزلت في المياه الجوفية ولوثتها. وإحنا عندنا حتى كمان أكتر سماد مستعمله إن هو النترات والأمونيا واليوريا، لوثت المياه الجوفية بالنترات بالنيتريت وبالنترات، ومعروف المية النيتريت لو فيها أكتر من 10 بارت برميلنا لا تستعمل في أي مجال زراعي أو مجال إنسان. نيجي نشوف بعد كده المحاصيل الزراعية محتاجين نشتغل عليها، إننا نحدد للناس هي أنسب خضروات بنزرعها، ما ناخد بالنسبة للخضروات أنسب مواد خضرة بنزرعها بالنسبة لتحملها للملوحة الري والتربة اللي عندنا، ونحسب الإنتاج بتاعها بالنسبة لوحدة المياه وليس لوحدة المساحة. وفي حاجة تانية محتاجين نحمل أبحاث، احنا عندنا بعض الثمار بتبقى متحملة الملوحة العالية اللي هي المشكلة الرئيسية بتاعتنا. أنا لاحظت هنا حتى كمان في حاجة اسمها طماطم رمسي كانت موجودة في المنطقة بتحمل ملوحة عليها، لو نقدر نوطن النباتات دي عندنا ونقدر نحمل احنا برامج تهجين ونطلع الـ F1 ونديه للمزارعين. ليه؟ أنا ملاحظ
ان ما تجيب محصول خضروات طماطم خيار كل الحاجات دي كلها اف 1 ماشي معاك كويس، تاني سنه تلاقي اختفى ما عادش جه. فاحنا عاوزين ننتج الابحاث، ننتج احنا الخضروات عندنا. وتابع لما قريت الدكتوره سوريا بنك هيعمل تعمل بنك للنباتات، ندخل الاصناف دي في البنك بتاعنا وازاي نستعملها. لو ناخد محاصيل الفاكهه طبعا لازم نشوف المحاصيل الناجحه عندنا وهي معظمها معروفة، لكن أنا ملاحظ حاجة تانية لازم نبحث بين لهم النباتات اللي ممكن تنجح والنباتات اللي لا يمكن تنجح. أنا بشوف ناس كتير بيقولك أجيب الأفوكادو وأزرعه. الأفوكادو يا جماعة ما بيعوز البي إتش بتاعته التربة الحمضية، وكل تربتنا قلوية، فلازم نبين الناس إيه اللي ممكن نزرع وإيه اللي مش ممكن نزرع على حسب الأبحاث اللي نعملها. الحاجة الثانية الأعلاف، لازم نبين الأعلاف المناسبة اللي هي مناسبة جدا اللي بتتحمل المحتوى العالي وتتحمل العطش. النبات آخر حاجة نباتات الزينة والأشجار، لازم نحدد الأشجار أنسب أشجار تقاوم التلوث اللي موجود في الشوارع معروفة عوادم السيارات والحاجات كلها، لازم نحدد الأشجار اللي تقدر تمتص كمية تلوث كتيرة اللي بيحصل ديت، نقدر نحددها على سنور الأشجار دي ممكن تزرع في الشوارع بس بالأبحاث، نبين في الأبحاث إيه. وبين الأشجار والشجرات تزرع حوالين المدن والمصانع كحزام أخضر والمصدات الرياح. مش عاوز أطول عليكم أكتر من كده، وشكرا، وأي أسئلة أنا تحت أمركم. نشكر الدكتور محمد على هذا العرض المميز. أما الآن فباب الأسئلة مفتوح للدكتورة ثريا والدكتور محمد، ونبدأ مع أسئلة إلى موجهة إلى الدكتورة ثريا. الدكتورة ثريا، تطرقت إلى التحديات التي ممكن أن تعيق من استحداث البرامج الزراعية، ولكن ما هو مدى تأثيرها على تطور البحوث العلمية؟ بلا شك إدخال أي نوع من أنواع البرامج التعليمية الحديثة واتباع التقنيات الحديثة في التدريس راح يكون معها اللي هو إدخال البحوث أو تعليم الطلبة عن طريق البحوث، سواء كان سينيور بروجكت أو كانت المقررات اللي موجودة في البرنامج ذاته اللي يهتم بمجال أو مجالات محددة، بالتالي المدرس ممكن يشجع الطلاب لإجراء البحوث. أعتقد تنمية القطاع الزراعي وتنمية البحوث بشكل عام مرتبط تماماً ومرتبط بشكل مباشر مع إدخال هذه البرامج التعليمية. فبالتالي إذا أنا بدخل برامج تعليمية مبنية على البحوث الزراعية أو مبنية على هذه النوعية من البحوث، إذا أكيد راح أرتقي بمستوى البحوث في المملكة. دكتورة ثريا، هل هناك خطط على مستوى الجامعة بالمبادرة والأخذ بيد المزارعين ودعم مشاريعهم الناجحة؟ بالنسبة حق جامعة البحرين، جامعة البحرين شريك. أنا أحس أن إحنا كأفراد موجودين في الجامعة والجامعة بشكل عام شريك للقطاع الزراعي، سواء كان مثلا خلينا نقول بالنسبه حق الورش ممكن نحن نوفر للمزارعين ورش، سواء كان اذا مثلا خلينا نقول بعض التدريبات اللي المزارع يحتاجها، بعض الاستشارات اللي ممكن المزارع يحتاجها، بالاضافه الى طبعا نطمح ونامل ان ادخال برامج تعليميه اكاديميه، سواء كانت نوع من الماينرز او بيئه او في مستوى البكالوريوس ان شاء الله لدعم المزارعين او حتى لدعم الزراعه بشكل عام بادخال اللي هو اليوث النيو جينيريشن في المجال في القطاع. هناك سؤال آخر عن آلية استقطاب طلاب الدراسات العليا من خارج البحرين لعمل أبحاث زراعية في جامعة البحرين، ما هي هذه الآلية؟ طبعاً الوقت الحالي بسبب عدم وجود برنامج زراعي ثابت ما ممكن أن احنا نستقطب طلاب من الخارج لدراسة أو لإجراء البحوث في جامعة البحرين، ولكن الطموح موجود
والرغبة موجودة في استحداث برامج من أجل هذه النوعية من اللي هو التعاون بين البحرين وبين الدول المحيطة أو دول الخليج المحيطة فينا. إدراج أو الاهتمام بالتبادل الطلاب بين الجامعات، بين جامعة البحرين والجامعات المحلية، راح تكون تجربة تثري المجال العلمي وأيضا البحث العلمي في المنطقة بشكل عام. دكتورة ثريا، تكلمتي عن أهمية الدورات التدريبية للمزارعين الحاليين، ولكن ما هي آلية استقطاب هؤلاء المزارعين؟ استقطاب يعني أنا بالنسبة لي العائق الرئيسي اللي يمنع دخول المزارع إلى مثلا خلنا نقول هذه البرامج اللي ممكن نحن نطرحها، المزارع الحالي اللي متمرس عن طريق experience knowledge بالتوارث المعرفي، صعوبة اللغة ممكن إن هي تكون هاي العائق الرئيسي. فبالتالي أول شيء إن إحنا ممكن نوفر بعض البرامج التدريبية مثل ما تقوم فيه الحين اللي هو عند معهد البحرين للتدريب بتعريب البرنامج اللي عندهم لأجل استقطاب المزارعين اللي هم البحرينيين المتمرسين في الزراعة. أما بالنسبة حق اليوث الجنريشن القادم، فأعتقد في يعني وجود العدد الكبير دخوله جامعة البحرين ممكن يأهله إنه هو يدخل القطاع. من التجربة اللي أنا خضتها مع طلابي بشكل عام، خلينا نقول بالنسبة حق الجيل الحالي، المقررات اللي تهتم بالزراعة في برنامج بكالوريوس الحياة، بكالوريوس علوم الحياة مثل فسيولوجيا النبات، مثل زراعة الأنسجة النباتية، شجعت الطلاب أنهم يدخلون في اللي هو في السينيور بروجكت في القطاع في 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 بحوث لها علاقة بالقطاع الزراعي، وأيضا شجعتهم أنهم يدخلون في التدريب العملي وأيضا يروحون الوكالة الزراعة ويدربون في المختبرات. إذن توفر هذه البرامج هي في الأساس يعني هدف لاستقطاب اليوث، لاستقطاب الجيل القادم ليكون سبورتيف حق الجيل الحالي وحق المزارعين الحاليين. شكرا دكتورة ثريا، وننتقل الآن إلى الدكتور محمد ومجموعة من الأسئلة. الدكتور محمد، هل من الأفضل التركيز على البحوث أو نقل تجارب التقنيات الزراعية الحديثة في الدول المتقدمة؟ السلام عليكم. أولا طبعا إحنا أي بحث يتعمل بيعتمد على التجارب اللي اتعملت في الأماكن التانية في الدول التانية، بناخدها ونحاول نخليها نأهلها اللي هي تحت ظروف البحرين. طبعا الظروف بتختلف من بلد لبلد، لا يمكن بلد زي التانية في ظروفها، فاحنا بنستفيد من الأبحاث السابقة ونحاول نطبق زيها عندنا هنا مع التعديلات حسب الظروف ونوصل للنتيجة اللي احنا عاوزينها، وده شيء ضروري جدا. يعني احنا بنعرف سابونا ايه وبنبنى عليهم. دكتور محمد، ما هي إمكانية تشكيل فرق بحثية في مملكة البحرين؟ ومن هي الجهات التي من الممكن أن تتعاون في هذا المجال؟ والله ده كلام ضروري جدا وسؤال ممتاز، وأنا شايف أكتر جهة تقدر تعمل كده هي المبادرة الوطنية برئاسة سعادة الشيخة مرام بنت عيسى، هي الوحيدة اللي تقدر تعمل الكلام ده كله. بالتعاون طبعا مع وزارة الزراعة، مع إدارة الزراعة، ومع جامعة البحرين وجامعة الخليج، هي اللي تقدر توفقهم وتمهم كلهم وتعمل أبحاث علمية على بناء على المشاكل اللي عندنا. شكرا دكتور. هناك أيضا سؤال آخر، ما هي من وجهة نظرك طريقة التخلص من ارتفاع نسبة كربونات الكالسيوم من تربة البحرين؟ والله هي طرق كتيرة جدا، بس عاوزة أبحاث كربونات الكالسيوم والحاجات دي، أرض البحرين أرض كلها كالسية، أنسب طريقة هي استعمال الكبريت الزراعي. كبريت زراعي بنستعمل الكمية وكل حاجة بناء على تحليل التربة من موجود فيه من كمية أملاح والعناصر التانية.
الكبريت الزراعة، لأن إحنا بنحطه في الأرض بتحول عن طريق الميكرو أورجانيزم المفيدة للتربة لسلفوريك أسيد حمض الكبريتيك، اللي هو بيبدأ يحرر الكالسيوم من التربة بتاعتنا الكالسية ديت، وخليه يروح يعالج الملوحة ويعالج ارتفاع البي اتش بتاع التربة ويشيل الصودية بتاعت التربة بتاعتنا. يعني له فوائد جمة، بس محتاجين التطبيق بناء على التحليلات العلمية. هناك أيضا سؤال آخر، ما هو سبب عفن البذور؟ عفن البذور أسبابها كتير جدا. أولا لما بنجمعها لازم نجففها بالطريقة السليمة بتاعتنا ونحافظ عليها وهي جافة، بنحط لها بعض المركبات زي كبريتات النحاس والحاجات دي اللي هي تقدر تحافظ على جافة وتقدر على أي فطريات موجودة. التعفن كله بيجي نتيجة فطريات، فبنحاول نستعمل مبيدات فطرية أمنة وعضوية بعد ما نجفف التربة ونحاول نجفف. وأنا دائما أقول لكل الناس البذرة ممكن تعفن لو الجنين بتاعها مستليم ميت، بيجي لك كائنات الرمية خصوصا بفطريات بتعيش عليها، ممكن البذرة ده معناه وهي سليمة وكله، لكن خزناها في حرارة مش مناسبة موت الجنين. فلازم احنا بقى نجمع البذور نغلفها كويس ونطهرها ونحطها في اماكن باردة، يا اما في الثلاجات يا اما في اماكن هاوية كويسة. لكن درجة الحرارة عالية عندنا، انا عن نفسي ما اروح اشتري من بذور من اي محل، بتأكد هل هو مركب اي سي وحافظ البذور مظبوط ولا لا، دي حاجة اساسية قوي. دكتور محمد، ذكرت الكثير من المواضيع التي تستوجب القيام البحث فيها، ولكن من وجهة نظرك ما هي أولوية هذه المواضيع؟ ممتاز، سؤال ممتاز قوي. وأنا قلت بدأت بالمية وقلت ثلاث أنواع مية اللي عندنا في البحرين، المية البيضة والسودة والرمادية. فربنا سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، إحنا بالمية نقدر نزرع، لكن من غير مية ما نقدرش. حتى لو عندناش تربة نقدر نزرع زراعة بدون تربة، بس أنا ليا تحذير في دي، ما نزرع زراعة بدون تربة لازم تكون بطريقة عضوية أمنة. أنا مع الحاجات العضوية، فهي بالمناسبة في النقطة دي أنا أتمنى على جامعة البحرين وجامعة الخليج ومراكز الأبحاث في البحرين يطورون إزاي زراعة الهيدروبونيك، إنها تكون هيدروبونيك بطريقة عضوية أمنة سليمة، يبقى عملنا كل موجودة وممكن تتحقق، بس عاوزة بالأبحاث نحدد اللي هي المواد العضوية اللي هنستعملها اللي بيسموها تي كومبوست والحاجات دي كلها، ازاي نعملها وننتج ونبعد عن الكيماويات اللي بتبقى احيانا بتبقى ضاره كتير للبشر. ودي يا ريت ده مجال ممتاز للبحث، يا ريت الاساتذه اللي معانا يشجعوا الناس ان احنا نبدا نعمل ابحاث في المجال ده ونبدا بيها هي الاول. دكتور محمد، هل تشجع النباتات المعدله وراثيا وتقنيات الزراعه بدون تربه؟ انا بالنسبه هجاوبك الثاني الاول، زراعه بدون تربه انا قلت يا ريت تبقى بطريقه عضويه، والابحاث عملوها في ناس ونجحت، عاوزين ننجحها عندنا هنا الزراعه بدون تربه، بس بقى الناس تعمل اسمده كيماويه اللي بتبقى ضاره، بتبقى موجوده ضاره، يا ريت نستعملها بمواد عضويه محلله التحليل كويس، ونقدر نستعمل الكائنات الحيه الدقيقه المفيده في التحليل واللي تفيد النباتات بتاعتنا. هي ديت السؤال اللي قبل كده، انت قلت سؤال ايه؟ المعدله الوراثيه. المعدله الوراثيه ممتاز، سؤال ممتاز قوي، بيجي لي كتير في المجاميع اللي انا فيها. عاوزين نعرف معدل وراثي يعني ايه الاول. معدل وراثي نبات، هنقول سيزا نبات الذره القمح، اي نبات بيصاب بمرض فيروسي او بكتيري او حاجه زي كده ومش عارفين نعالجه، لان مثلا لو هناخد مثال زي في القمح انصادوا فطريات الصدأ كل الحقول بتاعت القمح بتروح في خلال ايام بسيطه او في خلال اي ساعات. هو عملوا ايه الابحاث عملت ايه، بتاخد جزء من الكائن الحي اللي هو الفيروس او البكتيريا، تاخد جزء من الدي ان بتاعه التركيب الوراثي وتحاول تدخله في التركيب الوراثي بتاع نبات القمح او اي نبات اللي احنا بنستعمله. لما احنا خدنا من البكتيريا ديت او الفيروس ده
جزء من الجينات بتاعته دخلت في الجينوم بتاع المحصول الرئيسي، المحصول الرئيسي بيقاوم المرض بدون اي حاجه. وده قدرهم فعلا العالم كله قدر ينتج سلالات من البذور مقاومه للحاجات دي كلها، للامراض الفطريه والفيروسيه اصبحت ما بتقاومش. الخوف من ايه بقى اللي الناس متخوفه منه؟ ان هو جايز لو احنا خدنا من الحبوب ديت وهي فيها مثلا جينوم بتاع فيروس او بكتيريا، لو الانسان جاله اي مرض وياخد مضادات حيويه بيقولوا احتمال ان المضاد الحيوي ما يجيبش تاثير. لكن لغايه الان الابحاث ما ثبتتش التخوف ده، وانا شايف ان هي ما هياش خطيره، لكن ما اعرفش ليه كل الناس معدل وراثي ومعدل وراثي وخايفين منها. لا يا جماعه احنا مش عاوزين نخاف للدرجه دي، في عندنا بعض المحاصيل من غير التعديل الوراثي مش قادرين نقاوم الافات والامراض اللي بتيجي. في عندي تعقيب بسيط. اتفضل يا دكتور. مجله نيتشر حطت 30 سؤال ينخدعون فيها البشريه، من ضمنها ان النباتات المعدله وراثيا تؤثر بالصحه، وهذه كلام باطل على حسب مجله نيتشر، ما تنشر اي كلام. كلامك مظبوط 100% يا دكتور، وده انا بقول للناس متخوفه بدون داعي، مش عاوزين نخاف منها يا جماعه. كل الكلام معدل وراثي، كان المعدل الوراثي ده رعب بقى، مثل للناس كلها رعب، مش عاوزين دكتور. عرفت تجاوب على السؤال الاول اللي هو لب الشجر يصلح واحد يزرعه؟ اي لب الشجر هو في اول سؤال سؤال، يعني اللي نعرفه من ناحيه يعني حتى في القران قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ. فعرف أن العلماء من النخيل أن أفضل يعني فسيل تقدر تزرع يعطيك نسخة طب الأصل من الأم اللي هو الشط، هو الفرخ الصغير اللي يطلع بالنخلة. لكن أنا ما قد سمعت أنه يعني اللب أو إحنا نسميه الجذب. فهمت سؤالك يا دكتور. لا هو التيشو كالشر او مزارع الانسجه اللي بدات تنتشر، ولولا كان زمان النخيل انتهى من عندنا، اللي هم بياخدوا البرعم الطرفي اللي هو قلب النخله من فوق اللي احنا بنسميها هنا عندنا في البحرين الجدبه. الجدبه دي اللي هي الماده البيضاء، هي عباره عن خلايا ميريستيميه تتقاصر على طول، بياخدوها يحبطوها في بيئات صناعيه اشجار معاها هرمونات نمو معينه لغايه ما تنمو وتكتر العدد، نفضل نكتر اكتر العدد. عاوزين بقى ناخد مجموعه من الخلايا ديت ونحط لها الهرمونات اللي بتعمل ديفرنشيشن للخلايا، تحول تخلي الخلايا تتحول، جزء من الخلايا تحول لبذور وجزء الثاني يتعمل سيقان وجزء الثالث يتعمل اوراق بعد كده، وبنبدا ناخدها ونربيها في التيوب، التست تيوب ديت بنرب كل واحده لغايه ما تطلع لحجم معين، وبعدين نبدا ننقلها في تربه عندنا معقمه ونحطها في صوب لغايه ما تكبر، وهي دي التيشو كلشر. للواحد ممكن من فسيله واحده يعمل الاف الاف مؤلفه. التيشو كلشر ممتاز في النخيل، حتى في نبات زي الموز مثلا بيفضلوا يزرعوا من التيشو كلشر. ليه؟ الموز بيسبب الفيروس، لو خدت انت خلفه من الموز وزرعتها وكان في فيروس الحقل بتاعك يبقى كله الفيروس وهتنتهي الموز من عندنا. فاحنا بنفضل ناخده من مزارع الانسجه عشان بيبقى خالي من الامراض. كل النباتات هو يا دكتور يعني لو سمحتوا لي شويه مداخله بسيطه. هو السؤال الشخص اللي سال السؤال انا حاولت ارجع اجاوب عليه، بقول لا يفتى ومالك في المدينه، لان الدكتوره سعيه هذا مجالها في زراعة الأنسجة، وهي ممكن يعني تعطي إجابة شافية بس يعني تشيل قلب النخلة تزرع عشان يطلع نخلة زي الفسيلة، لا تشيل من الميريستيم زي ما قال الدكتور، وفي بروتوكولات معينة للإكسار من خلال الأنسجة، حتى ممكن تأخذ من الساق يعني وتعمل نبات. فالبروتوكولات تختلف من العضو اللي أنت تشيل منه، في بروتوكولات أسهل لما تشيل من القمة النامية، هذه أسرع افتكر الدكتوره سعيد ممكن تفهم في ذلك. طبعا استاذتنا في العمليه وهي اللي تجاوب عليها، بس انا اللي اعرفه في الدي بي دي اللي هي ديت بالم ديفلوبمنت اللي في لندن كلهم بياخدوا. بس يعني انا ممكن اخلي التعقيب يكون افضل في انه يعني لاحظنا نحن من خلال عمليه الاكسار النسيجي في النخيل ان بعض النخيل يصير عقيم، يعني هذه هي واحده من المساوئ بتاعه الاكسار النسيجي. يعني احيانا النخله تزرعها وتكبر كل شيء بس ما تنتج، يعني تصير عقيمه. هذه دكتوره انت جبت المعلومه دي منين؟
من خبرتي. أنا بقول لحضرتك حاجة، أنا زرع أكثر من حوالي 30,000 نخلة جيبهم 200 شوكال شهر، جبنا بعض حاجات من السعودية أخيرا، لكن معظمها جاية من الدي بي دي من لندن، شركة ديت بالم ديفلوبمنت، أكثر من حوالي 30,000 نخلة كلهم بعد 3-4 سنين بينتجوا، بيدوا محصول عالي جدا وبيدوا محصول من الفايل كبير جدا كمان، لكن ما شفتش حاجة طلعت عقيمة الله يسلمك. يمكن نسبة الطفرات بتبقى بسيطة مش كتيرة. ممكن أعلق، ممكن أعلق على هذا الموضوع على الطفرات. الدكتورة سوريا موجودة، تفضل يا دكتورة. طبعا دكتور كفيت ووفيت، بالتحديد أخذ اللب اللي المقصود فيه اللي احنا نسميه اليذب البحريني يستخدم لإكثار النباتات بتقنية الزراعة النسيجية مثل ما تفضل الدكتور محمد عثمان وقال. بس بتقول قبل استرسلين غير النسيجية، احنا يعني فهمت السائل ان يقول اخذت اليدب وزرعته، انا هذه النقطة. ما ممكن انت تقصص النخلة وتطلع اليدب وتزرعه، الى الان ما يعني ما ممكن، مستحيل الى الان ما صار، يعني ما قد سمعت لا ابدا، ولكن يستخدم لي الاكثار عن طريق تقنية الزراعة النسيجية، وهو النسيج الافضل لانتاج اعداد كبيرة من النخيل. بالنسبة حق الدكتور عبد الهادي، النقطة اللي تطرقت لها اللي هو الطفرات الوراثية وإنتاج نخيل أو نخيل أو حتى مزارع عقيمة، صار فيه هناك في بعض التجارب، ما بذكر في وين بس مو في البحرين، في دول عربية اشترت من بعض المؤسسات اللي تنتج النخيل عن طريق التشو كلتشر بأعداد كبيرة وزرعوها في مزارعهم أعداد ضخمة، بعدين كانت كل النخيل عقيمة. السبب اللي هو هما يعني غالبا هذه المؤسسات التجارية تأخذ فسائلها من الدول العربية، من الدول الخليجية، وتمررها بسلسلة من المراحل اللي إنتاج النبات. فيه مرحلة احنا نسميها إنتاج الكلس، هذه المرحلة إذا النبات استطاع أو تم فترة طويلة فيها تحدث طفرات وراثية. اللي يحدث في الإمارات العربية المتحدة الحين عن طريق أو إنتاج النبات، إنتاج النخيل لا يمشي أو لا يتبع هذه التقنية، يتبع على تقنية الأورجانوجينيسيس، يتخطى مرحلة إنتاج اللي هو النخيل عن طريق اللي هو إنتاج الكلس. يعني أول خطوة إنتاج الكلس، يتجاوزونه عن طريق أساليب ثانية. إلى الآن طبعاً في البحرين ما متبعينها، على حسب معلوماتي وكالة الزراعة لا زالت تشتغل على أكثر النخيل عن طريق استخدام تقنية السوماتيك إمبريوجينيسيس. سوماتيك إمبريوجينيسيس بعد طريقين، طريقة منها تدخل تكون عن طريق تكوين الكلس، والطريقة الثانية بدون تكوين الكلس. فتكوين الكلس هو الأساس في إحداث هذه الطفرات. فلما إحنا نشتري، نعرف من وين إحنا قاعدين نشتري هذه الفسائل، بيكون ممتاز. بس أنا دكتورة سوريا، معذرة دكتور، ما أنت ممكن تستعمل التشو كلتشر حضرتك في الأبحاث في البنك الجينات دي، يعني ياريت إحنا محتاجين أنت تتعاوني مع الشركات الثانية. أنا نفسي تنتجونا بيور فريتا أصناف مش للنخيل بس، للنباتات الباقية. لما تستعمل البولين جرين، بنستعمل مظر سيلز فور بولين جرين، إن أنا أنتج نباتات هابلويد، نباتات أحادية، وبعدين نستعملها كورسين وعملها ديبلويد، حصلنا بيور فريتي تبقى في البنك بتاعكم، ناخدها وننتج الخضرات بتاعتنا. ما هي ده أحد الأبحاث اللي ممكن تمشي. أتمنى ذلك. أتمنى ذلك. نشكر الدكتورة ثريا والدكتور محمد وجميع المتحدثين في هذا الملتقى، كما نشكر الأستاذ الدكتور وهيب الناصر والدكتور عبد الهادي على مداخلتهم. وفي الختام نشكر جميع الجهات التي ساهمت في نجاح هذه المبادرة وتنظيم هذا الملتقى، ونوجه خالص الشكر والتقدير لسعادة الأمين العام للمبادرة الشيخة مرام بنت عيسى بن أحمد آل خليفة على رعايتها الكريمة، والشكر أيضاً موصول لجامعة البحرين لتنظيم هذا الملتقى بالتعاون مع المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية، والشكر أيضاً لجميع الحضور لتواجدهم معنا في هذا الملتقى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم سالمين. عليكم السلام. السلام عليكم.